اهلا بحضراتكم من جديد. وجه الوقت اللي هيكون موجود او موجود معايا حاليا واحد من نجوم النادي الاهلي وايضا واحد من المدربين اللي ان شاء الله ليهم مستقبل كبير جدا في عالم التدريب، وهو حاليا مدرب فريق النادي الاهلي لمواليد 2004، وايضا واحد من المدفعجيه اللي دايما اللي كان بيمتعنا بالتصويبات من خارج منطقه الجزاء وكان بيحقق بيها بطولات وكانت اهداف حاسمه مع النادي الاهلي، كمان ايضا واحد من نجوم منتخب مصر واللي كان موجود مع المنتخب في 2006، ونتكلم معاه على بقى التنظيم مصر 2019 والفرق ما بينها وما بين 2006. ومشرفني ومنورني حاليا في الاستوديو الكابتن معتز. كابتن معتز حبيبي، ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه؟ طبعا مفيش كلام بعد اللي انت قلته المقدمه دي، يعني لا ده لازم، ده حقك. انا اقوم اروح انا اخد المقدمه دي واقوم اروح. لا حقك يا كابتن معتز. حبيبي ربنا يخليك. انا طبعا سعيد يا عمر اللي انت يعني بشوفك دايما ومتالق في القناه، وانا دايما من متابعينك، من اشد متابعينك، وانت عارف اللي انت بالنسبه لي اخ طبعا. طبعا طبعا. وانا سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده طبعا، وسعيد اكتر ان انا موجود في يعني في بيتنا الكبير طبعا قناه النادي الاهلي، وبتمنى لك كل التوفيق، وبتمنى يعني للقناه دايما بشكل عام التوفيق ودايما ممتعانا يعني. ربنا يخليك. طبعا يعني انت من الناس اللي اختاروا المجد على حساب الماده، يعني انت واحد من الناس اللي عملوا مجد لنفسهم وعملوا تاريخ في عدد من السنين قليل. انت شايف دلوقتي الناس كلها بتروح ورا الماده وكله ما بيتكلمش على التاريخ، كله ما بيفكرش يعمل تاريخ. ازاي معتز اينو لما اخد قرار لعبه للنادي الاهلي ازاي فكر فيه، مع ان كان فيه اغراءات ماديه كتيره جدا وكبيره جدا من حواليه، لكن رايك في اللي بيحصل مقارنه بالقرار اللي اخده معتز اينو بالمسيره الحافله من البطولات اللي انت حققتها؟ بص، بعيد عن اي حاجه، بعيد عن الماده وبعيد عن المجد، اهم حاجه الواحد اكتسبها في مجال الكوره، يعني يمكن بقى لي حوالي 18 سنه بلعب دوري ممتاز او 19 سنه. اكتر حاجه خدتها الحمد لله وده بفضل ربنا طبعا، هي حب الناس طبعا، بس اللي هي السيره، عشان هي دي الحاجه الوحيده اللي بتبقى فضل. الفلوس بتروح، في ناس بتنسى البطولات، مع ان دي برضو يعني ايه، يعني في ناس بتعلق معاها شويه وفي ناس بتنساها، لكن الحاجه الوحيده اللي ما بتتنسيش هي حب الناس طبعا. تعالى دلوقتي فكر مثلا او شوف كابتن ابو تريكه، تلاقي كل الناس ما فيش حد يختلف عليه. كابتن حازم امام نجم الزمالك الكبير طبعا، ما فيش حد، كابتن هادي، كابتن ربيع ياسين، يعني في ناس كده علامات. ليه؟ بعيد عن الكوره خالص، يقول لك ده ايه، لا ده راجل محترم، ده لعيب عمره ما غلط في حد، ده عمره ما عمل مشكله في الملعب، ده عمره، فاهم انت؟ فالحاجه الوحيده الحمد لله اللي الواحد خدها واللي دايما كنت بسعى لها اللي هي حب الناس، عشان الواحد لما بيجي له وقت وبيبطل السيره الحلوه هي اللي ايه الناس بتفتكرك بيها. لكن لو انت مثلا لعيب سوري مثلا كنت بتعمل مشاكل، او لعيب مثلا مكروه، او لعيب في اي حاجه مش كويسه، الناس خلاص ده بقى يقول لك لا يا عم ده كان كذا، ده كان كذا، فاهم؟ هتلاقي بقى ايه التقطيع فيك كتير والكلام هيبقى عليك كتير. فالواحد بقدر المستطاع كان دايما، انا بكلمك بامانه طبعا طبعا، بقدر المستطاع الواحد كان دايما بي 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 بيسعى اللي هي دي اللي تفضل في الاذان، والحمد لله بفضل الله ده اللي انا بشوفه دلوقتي مردود في الشارع. لما بروح في اي حته، لو انت مكروه او انت الناس ما كانتش حباك او انت الناس كان لسانك وحش مع الناس، هتلاقي الدنيا كلها لا انا بروح في اي حته الحمد لله وبفضل الله، الصغير قبل الكبير قبل يعني كل حاجه، وده الحمد لله بقول دي نعمه من عند ربنا دي قبل اي حاجه. نرجع بقى للكلام، طبعا البطولات انا عملت الحمد لله، حققت مع النادي الاهلي 14 بطوله في 5 سنين الحمد لله ما شاء الله. وحققت طبعا زي ما انت قلت مع كابتن حسن شحاته في 2006، كنت معاهم في 2006، ما شاركتش في البطوله لكن طبعا كنت موجود طبعًا في القايمه، فالحمد لله شاركت في كاس الامم الافريقيه، وطبعا مع نادي الزمالك خدت دوري عام، فيعني الحمد لله حوالي كله 16 17 بطوله ده في مسيرتي كلها. فانا شايف ان ده الحمد لله برضو ايه يعني رقم كويس طبعا الحمد طبعًا لله طبعًا. في ناس تانية لعبت، مش هنقول طبعا اسماء، في ناس تانية لعبت ونجوم واسماء بقالهم مثلا 15 سنه بيلعبوا وتلاقيه مثلا حقق بطولتين، فاهم؟ مش هنقول اسماء طبعا، بس هتلاقيهم وهتلاقيهم حققوا مثلا بطولتين ثلاثه. فالحمد لله بفضل الله بفضل الله الواحد برضو عمل تاريخ مشرف، الواحد عمل اسم الحمد لله مشرف افتخر بيه في وسط ناسي واهلي ومنطقتي ولاولادي
طبعا في المستقبل يتشرفوا مثلا بابا كان لعيب كويس وهم بيشوفوا الحمد لله دلوقتي لما بروح في حته بيشوفوا مقابله الناس ليا طبعا. فانا ببقى ماشي مبسوط يعني انا ببقى ماشي مبسوط الحمد لله والواحد ماشي فخور بنفسه الحمد لله لغايه دلوقتي الناس بتتصور معاك بتروح في اي حته طبعا طبعا. فده الحمد لله بفضل الله عشان انت كنت لعيب يعني محترم بعيد عن الكوره وبعيد عن الفنيات قبل اي حاجه الاخلاق طبعا صح. طالما انت اخلاقك كويسه مظبوط الناس هتحبك بس صح. طيب انا عايز اعرف ممكن شويه نقرب للناس ونحاول ان احنا نوصل لهم الصوره. النادي الاهلي انت لعبت في نادي الاهلي ولعبت في انديه كتير لكن عايز اعرف ايه اللي بيخلي لاعب كره القدم يضعف قدام عرض النادي الاهلي لما يجي له حاجه جنب عرض النادي الاهلي خلاص ما بقاش يفكر. شفنا حسين الشحات تنازل عن حوالي 60 مليون جنيه مع نادي العين علشان يلعب في النادي الاهلي. فهل النادي الاهلي فعلا يستحق كل التضحيات اللي ممكن لاعب كره القدم يعملها علشان يكون موجود ويحقق انجازات؟ اكيد طبعا. بص في ناس لما انا هتكلم دلوقتي انا عارف اللي بعد الحلقه هيطلع على السوشيال ميديا والنت والفيسبوك هتقطع زي ما انا بقطع يقعد بقى يقول لك ده بيطبل وده عشان شغال في النادي الاهلي او لعب في الاهلي او مدرب دلوقتي في الاهلي لكن اللي انا هقوله ده اقسم بالله دي حقيقه. النادي الاهلي تحس اللي فيه جاذبيه وانا حصلت معايا يعني مش حسين بس عروض كتير. طب ما ياسر ابراهيم دلوقتي اهو بالظبط ياسر ابراهيم ما الزمالك كان عايزه مش عارف ايه لا انا متمسك بالنادي الاهلي لا معتز زينو طب ما انا ساعتها اتعرض عليا التجديد في نادي الزمالك ومش عايز اقول لك كان بمبلغ اكتر من اللي انا كنت هاخده في النادي الاهلي بالزبط. انا بتكلم بمنتهى الوضوح والناس بالزبط. كلها عارفه انا كنت هاخد في الزمالك لو جددت اكتر من عرض النادي الاهلي لكن انا فضلت ان انا اروح النادي الاهلي. بص النادي الاهلي نادي كبير جدا في افريقيا مش في مصر بس عنده قاعده ودي رقم واحد انا بشوفها دي رقم واحد بالنسبه للاعيب الكوره اللي بتديله دفعه وهو الجماهير. جمهور النادي الاهلي انا لعبت في انديه كتير وشفت انديه كتير ولعبت ضد انديه عندها جماهير لكن ما شفتش زي جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي ده حاجه عظيمه ولما خصوصا كمان لما بيكون في الملعب. انت عارف لو جمهور النادي الاهلي او الامن سامح اللي فيه عدد يخش النادي الاهلي هياخد الدوري. كان اخده خلاص اه والله ما بهزرش. صح عندك حق. لا طب هقول لك على حاجه مش دلوقتي الناس بتقول لك الاهلي بعيد وبعد ما كسب النهارده تقريبا بقى ثالث او رابع صح كده؟ تمام. طب قول في اي مباراه من المباريات الجايه للنادي الاهلي دخله مثلا 50,000 شوف اللعيبه دي هتبقى عامله ازاي. فلو اتكلمنا على حسين الشحات زي ما انت بتقول على سبيل المثال لا هو الراجل يعني حسين طبعا لعيب كويس وكل حاجه عارف ايه اي حد بيبتدي صغير بيبقى نفسه اللي هو يوصل ايه يعني لقمه المجد. حسين عمل كل حاجه لو اتكلمنا ما شاء الله ربنا يزيده ماديا عمل راجل سائب غير المقصه لما سافر طبعا ولعب كاس عالم انديه السنه دي وقعده اكيد كويس هناك. فلو اتكلمنا على نازل فلوس كمان على الفلوس ما هو راجل خلاص ما شاء الله ربنا يزيده يعني حته الناحيه الماديه خلاص هو خلاص عمل لكن هو عايز برضه في الاول الفرق رغم كل ده لا عايز يلعب في النادي الاهلي ليه؟ عشان هو عارف اللي تيشيرت النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا. هو لو مش عارف اللي تيشيرت النادي الاهلي ده قيمه كبيره جدا ورغم اللي هو عمله سواء تاريخه مع العين وحقق معاهم بطولات وانجازات ووصل لكاس العالم لكن عارف برضو اللي انا لو بطلت لا انا برضو في حاجه ناقصاني. لكن انا لو لعبت للنادي الاهلي وبعدها حتى لو سنتين وخدت معاه بطولتين ثلاث وبطلت لا النادي الاهلي هيفرق معاه. ليه؟ النادي الاهلي بيفرق مع اي لعيب بعد ما بيبطل. صح. في لعيبه تانية لعبت في كذا حته وسافرت وفي كل اماكن بس تلاقيها بعد كده عادي ما تحس ان هي او مش معلمه عند جمهور النادي الاهلي. صح. لكن كل الناس عارفه اللي بيلعب في النادي الاهلي ممكن بعد كده تمسك في الاهلي ممكن بعد كده تخش قناه الاهلي بيتفتح لك حاجات كتير بتلعب منتخب مصر. طبعا. يعني انا معلش حسين الشحات كان مكسر الدنيا في العين. ما كانش بيلعب في المنتخب. جه ايه معسكر مع كوبر تقريبا وبعد كده ما جاش تاني. لكن هو دلوقتي لما يجي النادي الاهلي لا كل السبوتات هتخش على هتركز على حسين الشحات. فهو عارف اللي من خلال النادي الاهلي هيتفتح له بوابات كتيره جدا. فعشان كده كل اللعيبه بتتمنى تلعب في النادي الاهلي. بس انت كمان كنت محظوظ انك لعبت مع جيل رائع جدا وجيل كان فيه نجوم كتيره جدا. بنتكلم على بركات بنتكلم على بوتريكا وائل جمعه نحاس شوقي لا انت لو جبت كل خط لا يعني انت عارف عمرو جمال دلوقتي طبعا نجم طبعا وايمن اشرف كل الناس اللي هي النجوم دلوقتي اللي بتلعب اسالهم ودي حقيقه كانوا لما بيطلعوا معانا عمرو ورده نجم المنتخب دلوقتي الناس دي عمر ما كانتش
عارف التقسيمه كان مستر مانويل جوزيه من كتر العدد مش عارف يودي الناس دي فين. سعد سمير الجيل ده بتاعهم مؤمن زكريا نجم النجوم دلوقتي ونجم الاهلي الناس دي ما كانت عارف التقسيمه بنلعب تقسيمه ما فيش مكان حتى يلعبوا من كتره اللعيبه. انت لو بتتكلم لو مسكنا خط خط انت بتتكلم مثلا في الدفاع كابتن وائل جمعه كابتن شادي محمد احمد السيد كابتن عماد النحاس يعني انت بتتكلم في يعني عتاوله باك رايت نص الملعب ده غير ما انا جاي لك بقى باك رايت عندك احمد صديق واحمد عادل واحمد فتحي واسلام الشاطر وكابتن اسلام باك ليفت سيد معوض جيلبرتو كان ايمن اشرف طالع فنص الملعب بقى شوقي بتعمل ايه معاهم؟ انا مش ممكن شوقي ما احنا كنا بنبدل هو الوحيد اللي كان ثابت حسام عاشور بس احنا بنبدل ده لحد دلوقتي بسم الله ما شاء الله لا من زمان قوي من زمان قوي عاشور ما شاء الله لعب مع كابتن حسام عرب لا بسم الله ما شاء الله لا ربنا طبعا يزيده ويحميه طبعا من الاصابات لا عاشور بص عاشور يمكن انا قلت قبل كده عاشور يعني عارف ايه بيعرف يلعب ازاي يعني كان ممكن مثلا اينو عندي مثلا حته ايه انا عايز العب كوره عايز ارقص عايز اعدي مثلا عشان الناس عارفه عايز اشوط عايز اجيب اجوان فاهم عايز ابقى رغم ان انا الديفندر ده شغلته اللي هو اللي عاشور بيعمله دلوقتي وهو ده اللي كان مخليه متفوق عليا انا وشوقي وحسام غالي كان بيقعد احتياطي حسام غالي كان بيقعد احتياطي حسام عاشور هو اللي في الملعب انيس بوكلبان حسن مصطفى خمسه بص الخمسه دول اسمعهم عامله ازاي وحسام عاشور هو الوحيد اللي كان بيلعب رقم واحد عند مستر مانويل جوزيه ليه حسام عاشور ذكي عننا شويه بمعنى اللي انا عايز المدرب عايز ايه انا بنفذه بالحرف انا مش مطالب مني ان انا اجيب بيعرف يتعامل مع المدربين كلهم كلهم بيقتنعوا بيه عشان كده هو لما تيجي لما يجي مدرب ومثلا حسام عاشور بيريحني لا يبقى ده رقم واحد عندي وحسام عاشور بيلعب ايه السهل الممتنع انا بقول لك اهو انا صريح كنت انا ممكن مثلا ايه عايز ازود واحده عشان اطلع شوط واجيب ما انا جبت بقى جوان فتعرف اللي انه بيشوط وبيجيب جوان فانا خلاص طمعت بقى عايز اجيب جوان حسيت ان انا فيرويد بقى صح فانا كنت دي ممكن ايه تخلي مثلا المدرب لا ده مش دورك فاهم بس انت ما كملتش بقى عايزين نروح للهجوم الهجوم وال وتحت الفراوده انا كنت عايز اقول لك لا تحت الفراوده بقى عد بقى ابو تريكه بركات لا كتير جدا يعني نتكلم كمان في روس حربه كابتن متعب لا كابتن متعب في عزه طبعا متعب بقى في عزه بقى كان متعب من احسن فراوده جت مصر طبعا. بيعرف يجيب جون ازاي في 18 ده بتاع عماد متعب فلافيو سيد حمدي يعني جده اسامه حسني محمد فضل انت بتتكلم في سته اللي كان بيلعب واحد يعني انت كان مستر مانويل انت عارف بيلعب باثنين طبعاً وواحد سترايكر اساسي يعني انت لما فلافيو عد بقى فضل بره وسامح حسني بره وسيد حمدي بره كابتن بلال كان موجود وكابتن بلال شفت وكان احمد حسن كابتن احمد حسن الصقر كان طبعاً. موجود برضو تحت الفراوله فانت بتتكلم لا كان في ناس كتيره جدا كان الجيل بتاعنا ده طب انا عايز اسال سؤال هي دلوقتي انا عارف اللي هي ارزاق وكل واحد بياخد نصيبه طبعاً. دي حاجه بتاعت ربنا بس انا في ظل الارقام اللي الواحد بيسمعها دي ابو تريكه كان ياخد كام انا عايز اقول لك على حاجه بركات ده كان ياخد انا عايز اقول لك على حاجه من الارقام طبعا ابويا كابتن ربيع سين ما باجي بتكلم معاه بيقول لي انت عارف احنا في قبل كاس العالم لما صعدنا كاس عالم النادي الاهلي كان عايز يجدد معاهم بقى علشان نجوم يعني نجوم النادي الاهلي والمنتخب عايزين بقى كل واحد يربطوه علشان ما يروحش حته بعد كاس العالم فقال لي مضينا ثلاث سنين احنا جابونا احنا الكبار كابتن ربيع ياسين وكابتن محمود صالح نجوم الفرقه كبار بقى علاء مايهم ثلاث سنين بكام؟ 89 90 91 مضوا بكام الثلاث سنين؟ قول كده رقم ما انا لو قلت كلامها يعني ارقامها تضحك 20,000 جنيه ده تلاقيهم ايه؟ ده دول التوب ده فئه اولى كان ايه بقى؟ لا وفي حاجه لما واحد كان بياخد كان لما ليه الاربعه الكبار عشان هم دول الاربعه النجوم فلما ياخد منتخب طبعا ده دول الدوليين وبعدين ما كانش حد بيتكلم كان بيتقال الرقم كان كله خلاص احنا 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 متفقين على الرقم ما حدش يتكلم ولا حد يقول اشمعنى ده واخد اكتر من ده وانا جاي لي كذا فعايز اخد زي كذا لا كانوا دايما عندهم قناعه وعندهم يعني راضيين فزي ما انت قلت يعني كابتن ابو تريكه لو في الارقام اللي احنا بنسمعها دي كان طلب كان ياخد كام بركات كان ياخد كام عماد متعب دلوقتي ياخد كام ده الناس ما بتجيبش جوان انا بتكلم بشكل عام مش على فرقه معينه صح 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 يقول لك ايه هداف الدوري عنده مثلا ايه 12 جون 13 جون ده هداف الدوري 14 جون
طب ايه السبب في الدوري؟ ايه السبب طيب؟ ده كريستيانو رونالدو بيجيب 60 جون ويقول لك هداف 16 جون هداف الدوري؟ ايه ده؟ امال لو جاب 20 جون ياخد كام؟ 100 مليون؟ لا فالواحد بيسمع ارقام غريبه بصراحه. طب ايه السبب؟ يعني هل تفتكر مثلا ان موضوع العرض والطلب هو ده اللي فرق مع الناس ولا ممكن نقول ان لعيبه كره القدم بقت تبص على المادة اكتر ما هي ما بتبص على المجد الشخصي، وبالتالي اي حد بقى يجي له عروض ممكن يفضلها على اي حاجه ليها علاقه بمصلحته الشخصيه او بتاريخه اللي ممكن تفرق معاه؟ هل انت تختار المجد ولا تختار الفلوس؟ وهل الفلوس بيجيب مجد ولا المجد هو اللي بيجيب الفلوس؟ مش كل، بص انت صوابعك مش زي بعضها، صوابعك مش زي بعضها. في ناس والأغلبية طبعا رقم واحد دلوقتي ما فيش انتماء. يعني ما ترجعش مثلا ايه كابتن حازم امام الكبير، معروف اللي هو لو ايه عيلة كابتن حمادة امام دي كلها استحالة يلبس تيشيرت الاهلي، صح ولا لا؟ صح. إيه مثلا حسام غالي استحالة يلبس تيشيرت الزمالك، استحالة. لكن في ناس تانية ممكن تروح هنا وتروح هنا. عد بقى كتير. ففي ناس هي دي عارف علامة مميزة او علامة بارزة في النادي ما ينفعش تتحرك. لكن الاغلبية دلوقتي كله عايز يبص ايه يأمن مستقبله، وده طبيعي احنا بشر، وهي كورة كل الناس عارفة ان الكورة لعيب الكورة ما بيشتغلش حاجة غيرها. وانا كنت واحد منهم طبعا، انا ما بشتغلش حاجة تانية غير الكورة. فانت طبيعي اللي انت عايز تأمن مستقبلك، عندك اولاد، اللي متجوزش او لسه طالع بيبقى باصص اللي انا عايز اجيب واجيب واجيب فاهم. وبعدين اللي بيشجعك اكتر بقى او اللي بيغري الناس اكتر اللعيبة، يعني اللي انت يعني لو انا بلعب دلوقتي في ظل الفلوس دي ما طبيعي غصب عني الاغراءات دي تجنن دلوقتي، فاهم انت اقصد ايه؟ طبعا. اللي انت دلوقتي شايف ده بياخد كذا واللي جنبي بياخد كذا واللي جنبي فخلاص عارف ايه هي هوجه، او زي ما بيقولوا كده هي اليومين دول بتوع الجيل هيصه. فانت اللي يلحق يعبي فاهم. فهو كل واحد ربنا مقسمها. كان ممكن الاسعار دي او الرنجات اللي احنا بنسمعها دي كانت تبقى على جيلنا، صح؟ كان ساعتها مثلا جيل تريكا بقى وبركات ومتعب الناس اللي احنا بنقول عليها، لكن هو ربنا مقسمها اللي الناس دي تلعب دلوقتي. والناس دي على حظها للملايين دي دلوقتي. طب هل بعد 10 سنين ابني وابنك لما يطلعوا يبقى الارقام بكام؟ صح، فاهم انت اقصد ايه؟ فهي ربنا مقسمها. طبعا كل واحد ربنا يزيده ودي ارزاق بتاعت ربنا، لكن احنا عايزين خد زي ما تاخد بس ادي. اللي يزعلك اللي انت تجيب واحد ب 20 وب 30 وب 40 مليون بالارقام دي كلها وما بيلعبش. لو جيت بصيت بتعمل له نسبه المشاركه في اخر الموسم هتلاقي مثلا لعب كام ماتش؟ 7 ماتشات؟ صح. 10 ماتشات؟ ايه 10 ماتشات؟ لما انا راجل جايبه ب 35 مليون جنيه مثلا لعب كام ماتش؟ صلاح محسن لعب كام ماتش من ساعه ما جه النادي الاهلي؟ 35 مليون جنيه ده للنادي لإنبي غير انت عقدك كل سنه. طب صلاح محسن بقاله قد ايه؟ سنة في النادي الاهلي؟ هنقول سنة. سنة. 35 وانت اقل حاجة بياخد كام؟ 3 4 ايا كان ربنا يزيده. لعب ايه؟ يعني انت هنقول 40 كله. هات لي كده كام عدد الدقايق؟ بس هو حظه وحش في الاصابات. انا كنت لسه هقول لك هو حظه وحش في الاصابات، عنده اصابة حالية. وبعدين كمان عارف صلاح محسن الناس كلها بصت له في الرقم، الناس كلها بصت له في عيني الولد جات له. خلي بالك هو لعيب كويس وكان مكسر الدنيا في انبي واحد من منتخب الشباب ومنتخب كان هيروح كاس عالم لولا ان هو جه في الفتره بتاعت النادي الاهلي حصل له شويه اجهاد مع اصابات فمش بيلعب. فمستر كوبر قال ما ينفعش اخد لعيب ما بيلعبش، مع اني ضد الموضوع ده تماما. انا لو مقتنع بلعيب خلاص. لكن عايز اخدك الكابتن محمد ابو تريكه واحنا نهينا كلامنا بيه، شايف دوره النهارده ازاي مع بعثه منتخب مصر في قرار مهم زي استضافه مصر لكاس الامم الافريقيه 2019؟ كلنا شفنا صور محمد ابو تريكه وكلنا شفنا ازاي هو كان واجهه مشرفه. انت شايفها ازاي وانت كنت واحد من الناس القريبه واللي لعبوا مع ابو تريكه في فريق واحد لكذا موسم؟ انا عاشرت ابو تريكه الخمس سنين اللي انا قعدتهم في النادي الاهلي، انا عاشرت ابو تريكه. من الشخصيات المحترمه جدا، يعني يمكن انا ودي حقيقه على ما اتذكر في الخمس سنين اللي انا لعبتهم في النادي الاهلي انا ما شفتش منه اي لفظ مثلا خارج، ما شفتش منه اي حاجه وحشه، ما بيأذيش حد، ودي حقيقه والله. يعني مش حاجه جديده عليه، يعني انا عايز اقوله مش حاجه جديده على ابو تريكه اللي هو يعمل كده. هو في الاول وفي الاخر هو مصري بغض النظر عن المشاكل بتاعته وكده ونزوله مصر او مش نزوله والحاجات دي، لا دي حاجه خاصه بيه. لكن هو
ده امر طبيعي اللي هو كمصري فطبيعي اللي هو لازم يبقى كده، ودي مش زي ما بقول لك مش حاجه جديده عليه. لا طيب، معتز دينو كان موجود في 2006 مع منتخب مصر، والبطوله كانت بتتنظم في مصر وربنا كرمكم واخدتوا البطوله. 2019 البطوله هتتنظم في مصر. هل انت شايف ان 2006 الجمهور كان اللاعب رقم واحد في فوز منتخب مصر؟ اكيد. وان البطوله ان شاء الله لما هيتم اقامتها في مصر، واحد من الاسباب القويه اللي ممكن منتخب مصر يفوز باللقب هو وجود الجمهور ايضا في الملاعب؟ اكيد طبعا، الجمهور المصري جمهور عظيم جدا. هقول لك على حاجه، حته اللي البطوله دي نكسبها من 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 كاس، من يعني ناخد كاس الامم من جنوب افريقيا. انت بتتكلم في التصويت. احنا خدنا 16 صوت مقابل صوت، فانت بتتكلم في اكتساح. اكتساح. رغم انا عايز اقول لك على نقطه مهمه، اللي جنوب افريقيا كانت منظمه كاس العالم من 8 سنين. فانت برضو يعني ملاعبها ودنيتها، لا انت كون اللي انت تاخدها، شابوه لمجلس الاداره بتاع اتحاد الكره، شابوه للاستاذه هانيه بوريده، كل القائمين على العمل كله. بحيي سياده الوزير، لا وقبل سياده الوزير بحيي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا، عشان بصراحه الراجل ده يعني بيشارك كل الناس الابطال وبيدي دفعه دايما للناس اللي اصحاب الانجازات. فانا بشكره جدا، بشكر سياده الوزير اشرف صبحي طبعا، الراجل المحترم اللي هو برضو ما بيسيبش اي حد وعايز يعمل كل حاجه في سبيل الشعب المصري ده يبقى مبسوط. فبشكر اتحاد الكوره، يعني انا بجيبها من فوق لتحت طبعا. كل الناس القائمين اللي كانت ماسكه الملف والناس المسؤوله عن الرياضه في مصر بشكرهم. عايز انا واثق جدا اللي الجيش والشرطه هيعملوا احسن شغل في البطوله، بالرغم من ان هيكون لود عليهم ومسؤوليه اقامه 24 منتخب في مصر وتامينهم وتامين الجمهور اللي هيكون موجود، لكنهم لا هيعملوا كده طبعا، عندنا القدره وانا واثق في جيشنا وواثق في, في 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 الشرطه بتاعتنا اللي هم يامنوا اي حاجه، فان شاء الله البطوله دي هتطلع على اكمل وجه. وافتكر كلامي طبعا، زي 2006 البطوله طلعت يعني مش عايز اقول لك كانت جميله جدا، والناس كلها كانت بتروح الماتشات، ومش للرجاله بس، السيدات والسيدات كله والاطفال. انا كنت ببقى في الاستاد مش عايز اقول لك كنت ببقى مبسوط زي اكن الناس رايحه رحله مش رايحين ماتش كوره. صح، يعني بيفكروا المشهد بيفكرك باوروبا. يعني كان الاول الناس تقول لك ايه، لا انا مش هروح عشان مثلا مراتي مثلا ما تسمعش مثلا الفاظ او حاجه معروف اللي الكوره انت عارف اقل حاجه تتبهدل. لا الناس كانت بتروح، السيدات بتروح والطفال بتروح. فاكر اينو المشهد ده؟ فاكر طبعا، انا كنت في الملعب طبعا، المنظر كان لا طبعا. الجمهور كان ساعتها في 2006 هو رقم واحد بالنسبه لنا، كان مجموعتكم دافع غير طبيعي. مجموعتكم كانت صعبه، كان معاكم كوتيفوار وكان معاكم المغرب وكان معاكم ليبيا، التلاته كانوا احسن من بعض بالظبط، بس احنا كان ربنا بيكرمنا جدا، كان في حب جامد جدا طبعا، وعلى طول بعد كل ماتش كنا لازم نقعد. اللعيبه الكبار كانت دايما بالجماعه، كابتن حسام حسن، كابتن احمد حسن، ابو تريكه، كابتن وائل، كابتن الحضري، اللعيبه الكبيره دي كانت دايما بتجمعنا ونقعد نتكلم، بنصلي مع بعض، قايمين اكلين شاربين، عارف كان تحس اللي كان فيه في يعني عارف ايه، في حب جامد جدا، وطالما في حب وفي خوف على بعض ومفيش بقى عارف سواد زي ما بيقولوا، لا ربنا بيمشيها وربنا بيكرم، فاهم؟ فان شاء الله انا واثق ان 2019 مش هتختلف كتير عن 2006، بل بالعكس انا ان شاء الله متوقع ان هي تبقى احسن كمان. وبعيد عن الكوره بقى، انا مبسوط جدا اللي دي هتبين للعالم كله ان مصر بلد الامن والامان، وعارف ان دي هتشجع بعيد عن الكوره، هتشجع السياحه تاني وهتشجع الاقتصاد تاني، عارف كل حاجه هتبين للشعب المصري، للشعب يعني الدنيا كلها، اللي الشعب المصري ده قادر اللي هو ينظم كل حاجه، فانا مبسوط جدا. يعني انت قلت حاجه مهمه جدا، ان سياده الرئيس وسياده الوزير لهم دور كبير جدا ان هم يصمموا على اقامه البطوله، بالرغم من انك ما عندكش جمهور بيخش، ما عندكش تواجد جماهيري، لكن الاصرار على اقامه البطوله، انا اعتقد كابتن معتز زي ما انت قلت دي خطوه مهمه جدا علشان الجمهور يرجع. كمان دلوقتي بقينا نشوف ان لما الانديه بتخرج بره في افريقيا بتلعب قدام جمهور بيحسوا بامر غريب، مع ان كان المفروض العكس، ان انت هنا مميز عندك بالجمهور فبتخرج عندك بتاكل اي حد. فانت عشت الاجواء والكواليس، عايز اعرف بقى مباراه ليبيا والافتتاح والمنظر الجمهور كان فارق معاكم ازاي؟ انت كنت اصلا بتنزل وانت نازل تسخن كنت بتبقى مخضوض. استاد القاهره ده كان بيبقى ال 100,000 مقفول، انت لو تشوف واحنا داخلين بالاتوبيس
الدنيا انت مش عارف اصلا تخش. صح. يعني مش عارف تخش من كتر الزحمه، غير الناس اللي بره الاستاد يعني. الاستاد متقفل، الناس كانت بتطلع على الكشافات بتاعت العواميد بتاعت الكهرباء بتاعت الاستاد، فالناس كلها انت عارف كنا بنروح التمرين الناس قدام الاوتيل، عارف العماير كلها طبعاً. الاعلام طبعاً. تمشي في الشوارع في الاشارات، وخصوصا بقى لما الناس بتشوف اللي ده اتوبيس المنتخب واللعيبه من الازاز، عارف كان في حاله في البلد، في حاله الناس كلها كبير وصغير وسيدات واطفال، ما فيش حد بيتكلم غير الكوره. الكوره هي مصدر السعاده للشعب طبعا، مع احترامي لكل الالعاب، بتجمع كل الناس، بتجمع وكل كل الدنيا، بتجمع غني كبير وصغير ست راجل ده، كله بيحب يتفرج على ده. في ناس لما مثلا كان المنتخب مثلا لو اتغلب الناس ممكن ما تاكلش ما تتعشاش، عارف وصلت لايه الكوره فعلا. حاجه دلوقتي هي اللي بتفرح الناس، هي اللي بتجمع الكبير والصغار زي ما انت بتقول. فاعتقد ان شاء الله البطوله هنا في مصر دي هتبقى حاجه جامده جدا، وانا عارف ان كل المسؤولين واي حد سواء بقى هيبقى المنسق المدير البطوله، يعني كل الناس اللي هتبقى القائمه على البطوله، اعتقد ان هم مش هيبخلوا بجهدهم ولا 1%. كنتوا تتوقعوا فوزكم بالبطوله من اول ماتش كده والمجموعه والاجواء؟ كنتوا طبعا ده كان افتتاح امم افريقيا 2006، وكابتن معتز دينو كان واحد من اللعيبه اللي موجوده في ارض الملعب. يعني احنا بنتكلم في زمن وبنتكلم في افتتاح، دايما مصر مميزه بالافتتاحات ومميزه ايضا بتواجده الجماهيري، لكن الفوز المنتخب بالبطوله ما كانش حد يتوقع خالص يا كابتن اينو ان مصر تفوز بالبطوله، لكن سبحان الله مباراه بعد مباراه بنتفوق على ليبيا، بنتعادل مع المغرب، بنضيع انفراده في اخر دقيقه الكابتن عماد متعب، بنفوز على كوت ديفوار، بنفوز على السنغال، بنعدي مباريات صعبه جدا، وكمان انك تكسب كوت ديفوار مرتين موضوع صعب جدا. عايز اعرف ايه بقى احساسكم كان بينكم وبين بعض، وهل فعلا كان عندكم اصرار ولا الموضوع ما كانش في الاول ليه اهميه لكن بالمباريات وبالفوز بدا ان هو يزيد؟ بص دايما وانت عارف طبعا انت نجم كبير في الكوره، وعارف اللي دايما المكسب بيجيب مكسب. صح صح ولا لا؟ صح. حتى لما دايما فرقه بتخسر يقول لك ايه احنا بس عايزين ايه مكسب واحد يفوقنا. صح كده؟ صح, صح. فليه عارفين ان المكسب بيدي دفعه الماتش بيجيب ماتش. انت كنا احنا واخدينها من تحت، عارف ايه؟ صح. عارف اللي ماشي عمال يكسب ماتش بماتش ماتش بماتش بماتش. فانت لما تكسب تخش على السنغال، تكسب تخش على كوت ديفوار، تكسب، فهي ماشيه. سيبها بقى ماشيه، فاهم انت؟ اي حاجه كنت بتعملها هو سيستم انت ماشي عليه، فما تغيروش. صح. فهي ماشيه، غير اللي زي ما بقول لك توفيق ربنا طبعا رقم واحد، مجهودك، حبنا لبعض، الحاجه الاكبر بقى الجمهور. فانا زي ما بقول لك كده كنا ماشيين، عارف هي قطر ماشي وربنا عمال يكرم، طالما هي ماشيه سيبها تمشي زي ما هي، لغايه ما لقيت نفسك في النهائي وربنا كرمك وخدت البطوله. كابتن حسن شحاته، انا شايف ان هو واحد من المدربين اللي ممكن يكون عنده ميزه انا بشوفها كوني واحد لاعب كره قدم ولعبت، ان هو عنده حته عدل شويه، يعني هو شايف ان معتز اينو يستاهل ان هو يكون موجود فلازم يلعب، ايا كان مين الاسم اللي بيلعب في مكان معتز اينو. هل انت شايف ان دور المدير الفني في حته العدل في مشاركه اللعيبه والعدل في الاختيارات بتفرق معاكم نفسيا داخل المنتخب وكمان فكرم ربنا علينا داخل الملعب؟ اكيد طبعا. وبعدين في نقطه كمان غير حته اللعب ومش اللعب، الناحيه النفسيه للعيب. يعني مثلا كابتن حسن كان ساعتها بيعرف يتعامل ازاي مع اللعيبه. انا ممكن ما اكونش بلعب ابقى احتياطي، بس انا بحب المدرب عشان بيعرف يعني ايه يخليك دايما فايق. صح. في واحد تاني طبيعي احنا كلنا عارفين اللي دايما ما بيلعبش بيبقى يكون مخنوق او متضايق، كل طبعا. الناس او لعيب الكره عامه بيحب اللي هو يكون متواجد. في ناس لما ما بتلعبش بيقول لك بيقلب وشه وبتاع. لا، في مدربين بقى دي بقى ايه الحته بتاعت ايه يعني حرفنه المدربين اللي هي ايه، وانا اكتسبتها وانا دلوقتي بعملها مع الاولاد الصغيرين. صح. دايما اي ولد طالع لا لما ما بلعبش او انا بره ال 11 بقلب وشي وما يتمرنش، عارف انت الجو ده. صح, صح. لا، انت دلوقتي احسن حاجه دلوقتي زي لعيبه اوروبا مع المدربين، تلاقيه بيهزر مع ده وبيهزر مع ده، ما عنديش حاجه اسمها حته اساسي واحتياطي، دي اتلغت من زمان، ادمت خلاص. انت بتعامل ده زي ده، كل ال 25 او ال 30 لعيب اللي في القايمه كلهم واحد، احنا زي اسره، فاهم انت؟ طب. فانت ده يلعب ده يلعب ده يلعب، انت كده كده هيجي لك وقت. فكابتن حسن كان بيعرف يتعامل ازاي نفسيا، مستر مانو والجوزيه كان بيعرف يتعامل ازاي نفسيا. انا مره حصل لي موقف، كنت راجع من اصابه وانا في النادي الاهلي وما كنتش بلعب خالص، كنت لسه عايز اتجهز، مستر مانو والجوزيه قعد سايبني لدرجه انا مليت، فجاه راح منزلني اول ماتش نزلني قدام الزمالك وكان وزني زايد بس هو عارف امتى يرجعك.
في المحاضره انا قاعد كان حسام عاشور جنبي وانيس بوجلبان، فانا رايح وعارف ان انا كده احتياطي، ما انا قبلها بثلاث اربع خمس ماتشات انا برضو ما بلعبش احتياطي فاهم. فانا بقول لك كده على سبيل المثال، فببص لقيت في المحاضره حسام عاشور اينو، فانا قلت يمكن غلط وايه ماتش الزمالك ماتش قمه على الاقل انت لو عايز حتى تديني ماتش الزمالك تاخد جزء اخد جزء، يا اما انت بتحضرني طبيعي ان انت مثلا بتديني ماتش قبلها عشان ايه اكون خدت حساسيه المباراه. لقيته راح مديني عملت احسن ماتش بعد الماتش قال لي ده احسن ماتش شفته لك ماتش الزمالك اللي هو بتاع 1-0 بتاع فلافيو اللي احنا قعدنا نقلنا فيه قعدوا يعدوا الجمهور قعدوا نقلنا حوالي بتاع 25 ولا 30 نقله. فده ليه؟ هو عارف امتى بيرجع ده وعارف امتى بيلاعب ده امتى وعارف ده فاهم. فانت حته المعامله النفسيه من المدرب للاعيب الكوره بتديك دفعه جامده جدا. طيب لسه مكملين حوارنا مع الكابتن معتز اين، ولكن هنقرا لحضراتكم بيان ورد لينا حالا دلوقتي ان النادي الاهلي تقدم ببلاغ جديد ضد اكاذيب رئيس الزمالك. قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد التجاوزات والأكاذيب التي أطلقها رئيس نادي الزمالك بالأمس في مؤتمر صحفي عقده بمقر النادي. واعتبرت إدارة النادي الأهلي تصريحات المذكور ليست إلا ثرثرة فارغة تثير الفتنة وتغذي الروح التعصب بين الجماهير وتكدر الأمن والسلم العام وتمثل جرائم الإساءة والإهانة لكيان النادي الأهلي ومجلس الإدارة وجماهيره، وهي جرائم مؤثمة بنصوص قانون العقوبات والرياضة. وتؤكد إدارة النادي الأهلي كبداية تقدمها ببلاغ جديد وعاجل للنائب العام خلال ساعات ليتخذ سيادته ما يراه مناسبا قانونا تجاه هذه الجرائم الغير مسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضي والتي تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري. وانطلاقا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي الأهلي عبر تاريخه الطويل، نؤكد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون وعبر القنوات الرسمية للدولة ممثلة في مؤسستها التي نثق بها كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية. مرحبين دائما بكل الجهات الرقابية التي يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية. هنقول لحضراتكم البلاغ تاني إن شاء الله في نهاية الحلقة. لكن كابتن معتز أنا عايز أروح معاك بقى لجيل منتخب مصر الحالي جيل 2006، وهل انت شايف ان الجيل الحالي قادر على الفوز بالبطولة؟ ممكن يكون جيل اعماره صغيرة، انتوا كان عندكم الخبرات الطويلة اللي تقدر تديكوا تفوق على معظم الفرق اللي موجودة في افريقيا، لكن هل الجيل الحالي وصل به النضج والخبرات ان هو يقدر يحقق اللقب، خصوصا ان البطولة هتقام على ارض مصر ان شاء الله؟ اتمنى طبعا كواحد مصري في الاول وفي الاخر مش اينو اللي طبعا البطوله نحققها، وخصوصا وده الطبيعي عند اي حد اللي طالما البطوله بتتلعب في ارضك بتبقى انت المرشح الاول ليها، فان شاء الله البطوله ما تبعدش عننا ونبقى احنا ان شاء الله رقم واحد فيها وناخدها بامر الله عشان نفرح كل الشعب المصري. حته النضج اللي انت بتتكلم عليها انا شايف اللي طبعا كل اللعيبه دلوقتي ثلاث ارباع المنتخب دلوقتي الاولاد كلها محترفين، فاكيد عندهم من الخبرات كفايه وكفايه اللي احنا طبعا عندنا نجم النجوم محمد صلاح اعتقد يعني على بعض خطوات من التتويج بلقب جائزه افضل لاعب في افريقيا ان شاء الله. بتمنى له كل التوفيق ان شاء الله، ده فخر العرب طبعا. يعني الله على اخلاقك يا ابو صلاح. الله ينور عليك يا ابو صلاح، دلوقتي هو ده اللي داير دلوقتي في الساحه. فانا شايف ان ده طبعا بيدينا دافع قوي جدا، وحتى كل الفرق وكل البلاد اللي انت بتلعبك وكل المنتخبات بتبقى جايه دلوقتي عامله لك حساب، طبعا عامل لك شكل وعامل لك صيت وعامل لك صح. كل حاجه
وبعدين مش صلاح بس، انت دلوقتي عندك رمضان كان في انجلترا، تريزيجيه، حسين الشحات كان في العين، يعني عد بقى ناس كتيره. كل الناس دلوقتي خدت خبرات كفايه، حتى اللي مش محترفين كلهم برضو كلهم نجوم في فرقهم، وبدليل ان انت بتلعب منتخب مصر فانت اكيد هتكون لعيب مميز. فاعتقد ان شاء الله ربنا يكرمهم ويعملوا حاجه كويسه، احنا كلنا معاهم، الشعب المصري كله معاهم، الاستاد هيتملي، انت عليك اللي انت تأدي وان شاء الله ربنا هيوفقك. مستر كوبر في ولايته مع منتخب مصر حقق المطلوب منه، حقق وصول لكاس العالم بعد غياب 28 سنة، ووصيف أفريقيا بعد عدم وصول للنهائيات لمدة ثلاث نسخ وراء بعض. زي ما احنا قلنا مستر كوبر حقق اللي مطلوب منه، لكن الشعب المصري كان زعلان. انت رأيك ايه؟ هو احنا في اي حال من الأحوال احنا بنزعل مكسب خسارة بنبقى زعلانين، لا احنا ما بنعجبناش حاجة طبعا. والناس قطعت فيه برضه قالت لك ايه ده بيدافع بس، ده طريقته على طول. طب انت رأيك ايه؟ يعني انت ولو جبنا واحد يهاجم الناس هتقول لك ايه؟ ما انا هاخدك يا عم ده فتح الملعب وبيهاجم. ما انا هاخدك لمستر اجاري، لكن عايزين ناخد الاول كوبر بطريقة دفاعية طب انت يعني انت شايف ايه تقييمك ليه في الفترة السابقة مع منتخب مصر لو انت مسؤول؟ هل تكون راضي على شكل منتخب مصر مع مستر هيكتور كوبر طالما حقق لك اللي انت عايزه، ولا شكل منتخب مصر لازم يكون اهم من المطالب؟ شكل منتخب مصر الهجومي مع كابتن حسن شحاتة، شفنا بقى الاهداف والبطولات، انت من انهي مدرسه؟ بص هقول لك على حاجه، كل مدرب ليه فلسفه. اصل انا لو مشيت ورا كل يعني ورا الناس انا مش هخلص، دي حقيقة. انا هرضي مين ولا مين؟ دي حقيقة. في واحد يقول لك ايه، لا انا مش مشكله عندي النتيجه بس انا عايز ابقى قاعد قدام التلفزيون متعني، اديني اداء كيفني. كيفني انا عايز اتكيف كوره، اخسر بس انا عايز اشوف كوره واوفرلاب واوفرات وشوط طب ماشي، طب افرض انا بلعب فرقه جامده هعمل كده ايه؟ فطبيعي ان انا العب ده، انا بتكلم عامه صح. انا كمدرب رايح العب فرقه جامده، طب يعني انا رايح مثلا العب برشلونه، انا من منتخب مصر رايح العب برشلونه، هاجم طبعا هاجم عشان اخسر اخسر بقى اروح بقى اشيل ستة وارجع ولا سبعة، هتبقى فضيحه. فطبيعي انا بشوف الفرقه اللي قدامي ايه، وانا بقيس المباراه او ككل مدرب بيشوف الفرقه ايه اللي بيلعبها وبيقدر يتحرك بناء عليها. فمستر كوبر كان هو طريقته كده، فلسفته كده، اللي هو بيقفل كويس قوي وبيعتمد على سرعه صلاح مثلا وتريزيجيه او كان رمضان، هو ليه فلسفه كده. لو جيت بصيت الناتج بتاعه في الاخر التوتال بتاعه حقق اللي انت عايزه، حقق اللي انت عايزه. ما كنتش بتروح بقالك 28 سنه كاس عالم، الراجل وصلك كاس الامم يعني كنت على وشك خلاص، انت وصيف. ففي ناس تقول لك لا انا برضو احنا ما لعبناش، احنا كنا بندافع بس، ودي لابو صلاح قدام منتخب مصر صلاح منتخب، هو كان اسمه منتخب صلاح ده بالنسبه لكوبر. فهو الراجل حقق اللي هو عايزه، التارجت بتاعه وخلاص. لكن انت راضي عن فتره مستر هيكتور كوبر مع منتخب مصر؟ انا مش حته كوبر او مش كوبر، انا راضي اللي احنا اهم حاجه، وكنت فرحان ان احنا رحنا كاس عالم بعد طول غياب. الراجل وصلني كاس عالم، وصلني ازاي بقى؟ دافع ما دافعش، رص طوب ورا واجري ابو صلاح، المهم اللي انا ايه، اللي انا وصلت كاس عالم وخلاص، وقضلي يعني قضلنا الغرض او قضلنا التمني اللي احنا كنا دايما بنتمناه، اللي احنا نفسنا نروح، اللي كان غايب عننا. فالراجل ودانا، ما تقعدش بقى تطلع فيه القطط الفطسانه وتقعد تقول بقى ايه يا اسطى، عايز اتمتع وعايز اروح وعايز اتفرج. فالراجل يشكر يعني في الاول وفي الاخر يشكر اللي احنا رحنا. شايف ان في لعيبه مع مستر كوبر الجمهور ظلمها كتير؟ في لعيبه ظلمت. في لعيبه كتير طبعا، في لعيبه كتير. شايف مروان محسن واحد من اللعيبه اللي اتظلمت مع مستر كوبر؟ في ناس كتير اتظلمت يعني، ما قفشه الناس كلها قالت لك قفشه لازم يروح المنتخب، راح المنتخب يا دوب يعني شارك حاجات بسيطه. وما طب والعكس، حسين الشحات نفس الحكايه، مروان محسن نفس طب الحكاية. طب العكس، انا بتكلم على اللعيبه اللي لعبوا لكن الناس هجمتهم بسبب مستواهم، لكن في الاخر كانت طريقه مستر كوبر هي ممكن نقول مش بتبين بعض المهارات او بعض الفنيات العاليه قوي للعيبه. فهل انت شايف ان كان في هجوم على بعض اللعيبه اللي طريقه مستر كوبر ظلمتها؟ بص هو في لعيبه كويسه جدا بدليل هي كانت بتروح المنتخب، بس هو برضو مستر كوبر كان عنده حته اللي ايه، انا عندي هم 12 13 هيتغيروا، دول مش هيتغيروا حتى لو مش عارف مين راجع من اصابه، لا هو هيلعب. هو معروف الديفنس، لو انت مغمض كده مهما اي سرد باك كسر دي، هو معروف اللي علي جبر هيلعب هو وحجازي يمين شمال، هما الاثنين هيلعبوا. عارف كان في ناس كده معينه هي رغم الاعلام والميديا وكل الناس كانت دايما ترشح فلان من حقه يروح وفلان من حقه يروح واللعيب ده مكسر ده، هو ما كانش ليه دعوه بحد، ما كانش بيبص لحد. هما ال11 معروفين
وعندي 3-4 بره وهم معروفين، هو ده المنتخب. هو كان ليه دماغه، كل مدرب ليه دماغه، ما تقدرش تتكلم معاه انت ليك ايه في الاخر. انا لا كمدرب نتيجة. انا ليك نتيجه عندي، لما ما حققش النتيجه بقى تعال حاسبني. بس مستر اجري والعكس التام مع مستر هيكتور كوبر، بيهاجم بيكسب بالاربعات والخمسات. انا شايف اللي هو بيتهاجم من قبل ما يبدا بيتهاجم بيتهاجم جامد جدا يعني. انا بشوف حتى في الوسط مع انه بيمتع وبيكيف كل مشاهدين الكوره. بس انا عايز اقول لك على حاجه، معلش هنتكلم كوره، انت لسه ما لعبتش حد. طب ماتش تونس انت لعبت مين؟ تونس يعني انت قولي لعبت مين؟ لعبت تونس. لعبوا ما تونس حلوين؟ هو تونس يعني كويسين؟ خلينا صراحه تونس كويسين. اقوى فريق موجود في المجموعه. انا هرد عليك كاني واحد دلوقتي من الناس اللي بتدافع. لا لا لا, لا, لا انا شايف ان تونس عاديين برضو ما يعني ما لا يعني تونس مش مباراه تقدر تحكم بيها على مصر اجري. لا لسه اشوفه بقى في البطوله، اشوفه بقى لما يلعب بقى كاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، يعني لا في الاختبارات الحقيقيه لا. وبعدين مش يعني هو بقى له معانا دي لعبنا كم ماتش؟ ماتشين معاه ثلاثه لسه برضو. وفي فرقتين بعيد عن تونس اللي احنا كسبناهم سكور برضو كانوا معاه. لا لسه 4 من 4 لعب 4 ماتشات كسب فيهم 4 مباريات. هي نتيجه ايجابيه كويسه طبعا. وكل حاجه يعني انا بس انا بتكلم مستوى الفرق اللي انت بتلعبها ايه فاهم يعني. انا ما مثلا ما طبيعي ان انا مثلا الاهلي لما لعب فرقه اي درجه ثانيه درجه ثالثه اي حاجه ما طبيعي ان الاهلي يكسب، صح ولا لا؟ صح. لا غير لما الاهلي مثلا بيلعب الاسماعيلي، غير لما الاهلي بيلعب الزمالك، صح. بيروح يلعب انبي هنا بقى ايه بيبان فاهم، ده اللي اقصده. فالبطوله هتبين حاجات كتيره جدا طبعا، المستويات بقى هنا، المستويات وهنا الفوارق بين بعض. عارف الوقت عمال يجري معاك فانا مش عارف افتح معاك مواضيع ايه ولا ايه ولا ايه، ولا عايز افتح معاك كل المواضيع. انا قاعد معاك عايز. طيب عايز اروح معاك لمحمد صلاح، واللي حاليا ان شاء الله مفروض هيتم اختياره كافضل لاعب في افريقيا للمره الثانيه على التوالي. رايك في محمد صلاح ورايك في تجربته مع ليفربول وتالقه مع ليفربول، وازاي نقل مصر والمصريين نقله اللي احنا يعني تخيل ما كناش نتوقع ان في يوم من الايام ممكن كره القدم تعمل لنا دعايه بالمنظر الرهيب اللي احنا شايفينه والسمعه الطيبه اللي احنا سامعينها عننا في العالم. فعايز اعرف رايك في محمد صلاح وازاي هو فارق مع المنتخب، وهل انت في جيلك كنتوا بتفتقدوا لمثال زي محمد صلاح، ولا كان في لعيبه كانت في مستوى محمد صلاح لكن ما كانش عندها فرصه اللي جات لمحمد صلاح؟ بص هو ربنا بيجعل يعني ايه الاسباب. فمحمد صلاح ربنا كرمه من واسع وربنا يزيده، بس هو يستاهل يعني. هو يستاهل ما شاء الله عليه، هو عامل لنا يعني حاله في العالم كله، رفع راسنا زي ما بيقول. وبتمنى له طبعا دلوقتي في الحفله التوفيق طبعا، وياخد الجائزه زي ما انت قلت مرتين على التوالي سنتين، فدي هتبقى عمرها ما حصلت لعيب مصري يعني دايما ايه اتاخدت مره. كابتن خطيب بس كان هو اللي حققها وكنا بقى يعني ومره طبعا مره. لكن لما صلاح ياخدها مرتين يبقى ده اول لعيب ياخدها مرتين ورا بعض في سنتين. فصلاح عامل لنا حاله جامده جدا، مخلي العرب مش المصريين بس بقى، لا العرب كلهم، لا هو فخر العرب كله يعني، افريقيا كلها محمد صلاح. مش عايز اقول لك في ناس عند مانيه في السنغال عايزه تدي صلاح. طب ما هم بالفعل هيدوا صلاح صح. فصلاح لا يعني ما شاء الله عليه ربنا يزيده. صلاح خلى الشعب المصري كله يبقى وراه صلاح. لو لعب في اي، هو كان حد بيتابع الدوري الايطالي؟ صلاح راح روما بقى كله روما. فيورنتينا اصلا من فيورنتينا دي كان حد بيعرف بتلعب فين اصلا؟ كله راح فيورنتينا. صلاح راح روما بقى كله روما، عارف كله الشعب كله وراه. ليفربول بقى كله دلوقتي بيفهم في الدوري الانجليزي. في ناس ما كانتش تعرف فرق من الدوري الانجليزي ولا لعيبه في الدوري الانجليزي يعني. انت دلوقتي تقعد على اي قهوه ولا لسه تقعد هقول لك ما انا بقعد اتفرج مع اصحابي على قهوه. الناس بتسقف لما ليفربول يجيب جون ولا أيوة. ضربه جزاء تحس ان المنتخب المصري بيلعب. لا انت دلوقتي في حاله اللي الناس دلوقتي بقت تردد الاسماء واللعيبه والناس ما كانت اخرها تعرف مين اللعيبه البارزه قوي يعني، عارف هنري، زين الدين زي، عارف لعيب واحد دلوقتي الناس كلها عارفه فرقه ليفربول من كتر ما صلاح بيلعب كل يوم وكل الماتشات متشافه. فالناس عرفت بقى اندرسون، ميلنر، مش عارف مين. في واحد مين لقيت يعني الباك ليفت بتاع ليفربول اسمه روبرتسون، روبرتسون اشتروه ايفرتون، وكان لقيت الناس بتتكلم في الموضوع فقلت لا اكيد انتوا ما وصلتش بيكم الثقافه ان انتوا تتابعوا روبرتسون وكده وتعرفوا قصه حياته. ما هو ده ليه بقى صلاح. ما بالظبط لو صلاح ما كانش راح او صلاح مش في في في, في ليفربول مش هتلاقي الناس دي كلها بقى يقول لك انا اتفرج ليه على قليل قوي لما كنت بتلاقي حد اصلا بيتابع فاهم. انت عارف الغريب في ايه؟
ان برشلونه يكون شغال ولا ريال مدريد يكونوا شغالين وبيجيبوا ايوه عشان ليفربول دلوقتي هو برشلونه عشان صلاح بيلعب وده الطبيعي واحد انت يعني ده اللي عامل لك الصيت وده اللي عامل لك شكل وكل حاجه ده الفخر العرب زي ما بنقول بيلعب طب واحد بلدي ابن بلدي اللي بينتمي لي هتفرج عليه لا مش هتفرج على طبعا ريال مدريد ايه وبرشلونه ايه لكن هتفرج على ابن بلدي وده الطبيعي هل عقليه صلاح في النضج اللي وصل له والتسلسل اللي وصل ليه سواء من بدايه من سويسرا لانجلترا بعد كده لايطاليا بعد كده لانجلترا هل انت هل انت شايف ان عقليه صلاح السبب في الوصول للي هو وصل له ولا ممكن يكون لاعب احرف من محمد صلاح وعنده عقليه اقل من عقليته ما كانش ممكن يحقق اللي صلاح حققه لا هو صلاح عارف ايه صلاح ابن بلد قوي وصلاح طالع بدا من الصفر زي ما بيقولوا فعارف اللي طلع ومسك فيها غير اللي انت اخلاقك وانسانيتك واللي انت بتعمله وبينك وبين ربنا بص دايما اللي بيتاجر مع ربنا ما بيخسرش صلاح انا اسمع والله اعلم اللي هو ما شاء الله ربنا يزيده بيعمل حاجه كتير طبعاً. فطول ما انت بتتاجر مع ربنا مش هتخسر فاللي ربنا بيعمله مع صلاح ده تعرف اللي هو راضي عليه عنه ناس كتير احترفت في مصر صح ومش هنقول اسماء بس ما فيش حد حقق زي ما صلاح حقق ما حدش جذب الشعب المصري كله اللي هو يتابع زي ما بيتابع صلاح صح ولا لا صح ما هو في اسماء كتير قوي احترفت عادي بقى فلان الفلاني محترف في تركيا فلان الفلاني محترف في انجلترا مش عارف فين في وبعدين فتره لكن صلاح ما شاء الله مكمل ده حب ربنا عليه صح فحتى الناس كلها الفتره اللي فاتت لك ايه يا رب الدعوه انا نفسي انا واحد صاحبي قال انا نفسي ام صلاح تدعي لي زي ما دعيت لا يعني محمد صلاح واحد من نجوم مصر طبعا وكمان انا عايز اسالك على اللي اتقال على محمد صلاح ان هو وان سيزون وندر او لاعب الموسم الواحد لكن خالف كل التوقعات دي واثبت العكس تماما وهو هيتوج بجائزه افضل لاعب في افريقيا وبينافس على جائزه الهداف في الدوري الانجليزي وانا اتكلم على حاجات كثيره جدا لكن تعالى نريح شويه كده وناخد نفسنا ونروح لفاصل ونرجع ولسه مكملين في الاهلي الليله مع نجمنا اللي مشرفته ومنورنا الكابتن معتز ييم اهلا بحضراتكم من جديد ولسه مكملين مع الكابتن معتز اينو في الاهلي الليله وقبل الفاصل كنت بساله على محمد صلاح واتقال عليه وتم اتهامه بانه وان سيزون وندر او لاعب الموسم الواحد هل الكلام ده صحيح يا كابتن اينو ان محمد صلاح لاعب الموسم الواحد ولا قدر يرد على كل منتقديه سواء في مصر او في الوطن العربي او في العالم كله وكمان في الدوري الانجليزي لا السؤال اللي قال عليه كده ايه الناس هنا يعني احنا يا بدل ما احنا نديله دفعه وهو اللي عامل لنا شكل خلصنا وكل عليه. حاجه خلصنا عليه الناس برده ما بتصبرش عشان اول مثلا ماتش ولا ماتشين في الدوري هم واخدين بقى من السنه اللي فاتت اللي ده ايه مع اول ماتش خلاص دي ما كانت اهداف لا ما تدوا الراجل لسه فرصه فاهم احنا هنا عندنا ايه الناس عايزه ايه اينو كويس او عمر كويس يفضل كويس على طول ما يحصلوش حاجه مكنه مكنه طب لا مش كده لعيب الكوره مش كده فانت يوم كده ويوم كده ويوم كده ماشي صلاح السنه اللي فاتت كان في توفيق غير عادي مع اجتهاده مع ممكن السنه دي ممكن ابقى عادي بدلك مش مشكله ايه المشكله الناس تقوم عليا لا بس صلاح بقى احسن حاجه اللي هو مش بيركز برضه هو ماشي على طريق مستقيم بتاعه عارف بقى بغض النظر اللي يتكلم اللي يقول وبعدين ربنا كرمه بالفتره الاخيره دي بيسجل فاهم ابتدت بقى الناس دلوقتي ايه ترجع عن الكلام تاني طب وليه من الاول يعني ليه ما بص دايما في كلام بناء وفي كلام هدام صح فاهم احنا هنا في مصر بنفتقد الى النقد البناء لا بنفتقد نقد هدام هنا دايما بص اقول لك من الاخر هنا عايزين مثلا ايه عمر يقع عشان اقطع في عمر اينو يقع عشان يقطع فاهم انت اقصد ايه مع ان دايما المفروض ابقى انا سبورت مع عمر او وراك اديك دايما الدافع عشان ابقى اخليك كويس مش اول ما عمر يقع السكاكين تكتر طب ليه صح طيب عشان برضو الوقت بيجري مننا عايز اخدك ونروح لملف الدوري العام وقبل ما اروح معاك للنادي الاهلي وملف النادي الاهلي عايز اعرف منك الاول رايك في بطوله الدوري العام الموسم الحالي بص رايي في بطوله الدوري اللي الفرق السنه دي كلها مركزه
في فرق كتيرة على مستوى عالي. أنا بتابع الدوري بشكل كويس ويعني أوقات بطلع أحلل. فلا في فرق كويسة، في عناصر كويسة جدا، الصفقات بتعمل دور إيجابي في كل الفرق. لا في حالة السنة دي يعني، كل ما بيبقى فيه فلوس والأندية بتصرف، لا بيبقى كل واحد عايز يقوي فرقته أكتر وأكتر. يعني السنة دي مثلا عن السنة اللي فاتت، أنا شفت العيب فين، عندي نقص في مركز معين، لا بجيبه السنة الجاية، فاهم؟ كالأول مثلا في أندية تقولك لا مش هدفع لا دلوقتي الكرة فلوس، اللي بيدفع هو اللي بيجيب لعيبة. كلنا شفنا الأسيوطي أهو، كان بقى بيراميدز، لما بيراميدز ابتدى يصرف وجاب هو دلوقتي اللي بينافس وتاني الدوري. لو فضل زي ما هو مع احترامي للاسيوطي الاول كان بيصارع تحت. فهي دلوقتي الكوره فلوس، اللي معاه فلوس بيقدر يشتري، هو ده اللي بينافس ونفسه بيبقى طويل ويقدر يقاوم مع الفرق الكبيره. اللي معهوش واللي ما بيصرفش وما بيجيبش وما بيدعمش هو ده اللي بتلاقيه تحت. طيب بيراميدز تعادل مع النادي المصري 3-3 في اخر دقائق المباراه. انا لسه وانا داخل دلوقتي على الهوا كان 2-1 بالظبط، المباراه انتهت 3-3، فواضح ان هي كانت مباراه جيده وكان فيها منافسه. لكن النادي الاهلي نتكلم عليه بقى بشكل خاص، ايه رايك في النادي الاهلي الموسم الحالي، وازاي شايف النادي الاهلي كوصيف افريقيا والفتره اللي كان موجود فيها مستر كارتيرون والفتره الحاليه للنادي الاهلي، او هنسميها ان النادي الاهلي قرر ان هو ينزل بنفسه، كابتن محمود الخطيب قرر انه ينزل بنفسه بقى، ايه سوء التعاقدات، يتعاقد هو بنفسه مع اللعيبه علشان يدعم الفريق، وكمان وجود مدير فني جديد تجربه الثانيه ليه، اول مباراه خسر فيها مع بيراميدز، وده كان امر يعني مش عايز اقول طبيعي لكن اول مباراه ليه، وبالتالي صعب ان احنا نحكم عليه. لكن المباراه النهارده امام فريق قوي، فريق عنيد زي سموحه، بيفوز 1-0 وبيصعد للمركز الثالث، رايك ايه؟ بص هتكلم بواقعيه شويه، النادي الاهلي السنه دي مش يعني الظروف مش يعني عارف ايه، مش ماشيه معاه زي ما بنقول. وبرده حته الخروج من البطوله العربيه وبعدين الخروج من بطوله افريقيا، بطولتين جامدين، اثرت شويه عند الناس. طب الاصابات ايه؟ ما كله عارف انت بقى لما بتلوش. طب هل لو ما كانش فيه اصابات كان ممكن الاهلي في افريقيا الماضي؟ لا لا طب ما كانش فيه اصابات وخرجنا من افريقيا. كان في ناس كده والبطوله العربيه، فاهم؟ الاصابات دي لسه يعني الحاله دي من قريب في الكام ماتش اللي فاتوا. اللي انا عايز اقوله ايه، الناس زعلانه شويه، وانا بقابل ناس كتيره في الشارع وبتقعد ينفع كابتن كده ينفع كابتن كده. ليه؟ جمهور النادي الاهلي واعي جدا، وجمهور النادي الاهلي اتعود اللي دايما فرقته عايزاه تكسب بطولات والدوري وافريقيا وكاس العالم الانديه وبطوله عربية كله. الجمهور خد على كده، النادي الاهلي يعود جمهوره دايما اللي انا البطل، اللي انا دايما بخش في اي بطوله لازم اخدها. بس انا عايز اقول حاجه، اللي وارد ما ريال مدريد، ريال مدريد ما هو اوقات مثلا ما بيبقى مش شايف، لا هو مش عميان. شايف خالص، هو مش شايف، واحسن نادي في العالم. فاللي انا عايز اقوله ايه، معلش نصبر على الفرقه، زي ما انت قلت دلوقتي كابتن محمود الخطيب بيدعم والصفقات والدنيا، بنعمل فريق جديد. حتى لو ما خدناش الدوري السنه دي ايه المشكله؟ احنا حتى لو ما خدناش الدوري 3 سنين 4 سنين، ما الدولاب مليان، عارف الشماعات؟ عارف الشماعات اللي في الدولاب بتاعت اللبس؟ ما احنا عندنا ما شاء الله البطولات كتير، ايه المشكله يعني؟ ببني فرقه. طب ما مستر مانو الجزئي اول ما جه الفتره اللي جاب فيها النحاس وجاب فيها سيد معوض واحمد فتحي الناس دي كانت كلها ايه؟ وابو تريكه من الترسانه عمل فرقه خد بطولات 10 سنين. صح. ايه المشكله يعني لما الدنيا انزل كده وبعدين اطلع تاني؟ ايه المشكله؟ ما وارد. انتوا اللي عودتوا الجمهور على كده. ما ده اللي انا قلته. انتوا الجيل بتاعكم اللي عودوا الجمهور على كده. ما ده اللي انا حتى التعادل لا كنتوا بتكسبوا بس. ما فيش تعادل. عمر احنا لما كنا بنتعادل عند الجمهور دي خساره. يعني انت لما بتتعادل النادي الاهلي وصل لمرحله عند الجمهور، الا لما فرقتي بتتعادل النادي الاهلي بيتعادل، دي اكن انا خسرت. انت متفاهم ازاي؟ فلا فاللي انا عايز اقوله ايه، اللي الجمهور ما يزعلش. يعني لما تقف جنبي وقت المحنه اللي انا فيها، انا دلوقتي في محنه، لازم انت اللي تقف معايا وانت اللي تشيلني عشان ارجع تاني. عشان ما هو اللعيبه من غير الجمهور مفيش، وانا لعيب كوره من غير الجمهور مفيش. فالجمهور عليه اللي هو لازم يوقف لعيبته تاني. لو ما وقفتش جنبهم في محنتهم دلوقتي هقف معاهم امتى؟ صح. وانا كسبان؟ لا انا بالعكس. وده مش غريب على جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي واعي جدا
وعارف انا معاهم اللي هم زعلان، وانا بقول لك هم زعلانين من اللعيبه وزعلانين اللي بيجرى في الفتره دي، بس انا بقول لهم معلش رساله من هنا من البرنامج ومن القناه، ما تزعلوش، ياما اللعيبه فرحتنا وياما النادي ده فرحنا وياما انتوا فرحتوا وبطولات وجبنا، مش مشكله لما اقع مره اديني عذري، مش انا ببني فريق جديد، مش مشكله. حصل بقى اصابات، حصل هنقول اللي السنه كلها ملوشه من اصابات لبطوله افريقيا مش مشكله وارد، لكن اقف السنه دي على حالي وابني فريق قوي واديني مع الصفقات زي ما انت قلت كابتن محمود بيدعم، والسنه الجايه ارجع تاني واكمل زي ما انا ماشي. وبعدين ليه الناس برضو فاقده الامل السنه دي؟ يعني انا كنت مبسوط جدا من تصريح كابتن سيد عبد الحفيظ، اللي انتوا ليه فاقدين الامل؟ ليه؟ في ناس تقول لك خلاص بقى، واهلاويه يقول لك خلاص يا عم الدوري خلاص ليه؟ ما النادي الاهلي النهارده كسب اهو، بقى الثالث، بقى الثالث 27 نقطه، فانت ايه المشكله؟ انت لسه ماتشين مع الاول وعندك ماتش تاني، ما انت هتلعب بيراميدز تاني صح، وعندك وهتلعب الزمالك مرتين، يبقى كام كده؟ يبقى 9 بونت، انت عندك 9 بونت، فانت ماتش بيطلعك مركزين ثلاثه وماتش بينزلك مركزين ثلاثه، فانت ليه تفقد؟ انت لسه عندك صفقات ما لعبتش، لسه عندك اصابات، احمد فتحي ده لما يرجع اتفرج، لما اجاي يرجع اتفرج، لما ازارو يرجع اتفرج، لما صلاح محسن يرجع. انت عندك الشحات يلعب، ياسر ابراهيم وحسين الشحات انا بتكلم على الاصابات، ورامي ربيعه لما يرجع، وسعد السمير لما يرجع، كل دي وحسام عاشور لما يرجع تقل في نص الملعب، كل دي اصابات. حط بقى الاصابات مع الصفقات، لا انت فرقه كامله، فرقه مع احترامي لكل الناس الموجوده، فرقه انت لما كل دول هتبقى حيره للمدير الفني، فلما كل دول يتجمعوا تاني، لا الاهلي راجع يعني الاهلي راجع. وخلينا متفقين، وانا مجربها ومجربها لما كنت حتى كمان قبل ما اجي الاهلي، صح، اللي لما الاهلي بيقف بيبقى زي القطر محدش بيقف، انا عند المقوله دي وانا معاها مليون في الميه، لما الاهلي بيركب الدوري محدش بيرجعه تاني. الاهلي كده، الاهلي بيعمل ضغط على المنافس لما بيبدا يشد حلو ويقوم. بص يا عمر هقول لك على حاجه، دروب اي فرقه والفرقه عارفه، وانا كنت بلعب قبل كده في فرق قبل ما اجي الاهلي وكنت عارف، الاهلي كل ما بيقرب منك انت بيعمل لك ضغط عليك، بيعمل لك لود عليك الاهلي لما بيركب حلوه دي ما بيعرف، والله ما بهزر، طب ركز كده في كلامي وهتقول ايه، الاهلي لو ركب ما بينزلش، خدها قاعده مني انا مجربها قبل ما اجي الاهلي، ومجربها وانا لعيب في الاهلي، عارف ان انا لما هركب خلاص، هو القطر لما بيبقى ماشي على القضيب حد بيقدر يقف قدامه؟ لا طبعا. الاهلي لما بيركب ما حدش هيقف قدامه، ده تصريح مني ليك وعلى مسؤوليتي، الاهلي لو ركب مش هينزل، بس هو عايز ايه؟ يعني ياخد اول الطريق، عارف الطياره لما بتبقى طالعه بتقعد تعمل كده تعمل كده تعمل كده، بس اول ما بتيجي عند خط معين عند اللاين معين بتنطلق، الاهلي بس يعدي المطبات دي، الاصابات مش عارف الايه، مجرد الناس دي كلها ترجع والله العظيم هينطلق، ولو انطلق محدش هيقدر يجيبه. طيب تعالى نروح لحفله افضل لاعب في افريقيا، وتم اختيار افضل لاعب صاعد وفوز اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد السابق ولاعب بروسيا دورتموند الحالي ولاعب منتخب المغربي، بيتفوق على فرانكي سي وويلفرد ندندي الاثنين اللي بيلعبوا لمنتخب نيجيريا. كمان افضل اتحاد فوز الاتحاد المغربي، لسه في انتظار افضل لاعب في افريقيا وافضل منتخب وافضل مدرب. طبعا كلنا مستنيين يعني احنا معاكم لحظه بلحظه بنقول لحضراتكم اللي بيدور في حفله احسن لاعب في افريقيا. لحد دلوقتي عندنا جايزتين فقط اللي تم الاعلان عنه. طيب هروح معاك من الاهلي لصفقات النادي الاهلي، وشايف الانتقالات الشتويه ازاي الاهلي تعامل معاها، وهل الاهلي خلاص جمع او دور او يعني تعاقد مع اللعيبه اللي كان بيدور عليها، ولا لسه في فرصه انت شايفها من وجهه نظرك، او مكان الاهلي لا لسه محتاج ان هو يدعم بكمان لعيب علشان يكون مامن نفسه من اي شيء سواء اصابات ايقافات انذارات اي حاجه؟ بص هو واضح ان النادي الاهلي بيدعم في كل المراكز لو جيت بصيت كده، هو دعم خط الهجوم يعني الناحيه اللي قدام، حسين الشحات، رمضان صبحي، لعيب الجديد الافريقي جيرالدو اللي لعب النهارده، يعني عارف كل دول بيلعبوا في الخط اللي ايه اللي تحت راس الحربه، كل الناس دي، مؤمن زكريا لما جدد، فكل الناس دي تحت. الدفاع جاب ياسر ابراهيم. هو دلوقتي الكلام اللي داير على في الميديا وكل الصفحات والانترنت والاخبار وكل حاجه على موضوع حمدي فتحي لاعب انبي عشان يبقى ده كمان ايه دعم نص الملعب، بس في
يعني رفض جامد جدا من اللي انا بشوفه. انا يعني انا بتابع بس ايه زي اي حد من على ال انت عارف احنا هنا في قناه الاهلي يعني احنا ما نعرفش فعلا في يعني بسم الله ما شاء الله الاهلي في تكتم رهيب وكبير على الاسرار اللي بتبقى جوه النادي الاهلي. يعني احنا كابتن عدلي معانا هنا ما بنعرفش حاجه. طب ما انا في النادي الاهلي كل يوم وبتمرن كل يوم في النادي الاهلي. تعرفش حاجه؟ اقسم بالله ما اعرف حاجه. يعني احنا ممكن نقرا حاجه. انا عرفت حسين الشحات من على التليفون من على يلا كوره واليوم السابع والحاجات دي. اقسم انت عارف ايه. انا عايز اقول لك ان النادي الاهلي يعني احنا يعني ممكن نكون مش غريب عليه. خليك ما انا بقول لك معايا انا شخصيا مره واحده لقيت قالوا لك ما طبعا اتفقوا معاكم ما ينفعش تعلن ولو علنت كذا كذا كذا. انا فاكر اقول لك على حاجه لما دي مره اول مره اقولها والله في التلفزيون عامه يعني عشان كل ما بقول حاجه في التلفزيون بطلع اتهاجم بعد كده وبتلاقي انا عارف ان انا هطلع من هنا اتفرج بعد كده على السوشيال ميديا هتشتم وبتبهدل. بس هقول لك على حاجه هتضحكك والله. وانا كنت انا ساعتها قاعد قدام التلفزيون بتفرج فمره كان في مداخله وكنت انا ماضي ومخلص في النادي الاهلي وكده فانا قاعد بتفرج كده كان برنامج رياضي بس مش فاكر برنامج ايه بالظبط اولا مين المقدم البرنامج يعني فراحوا جايبين الكابتن عادل القيعي فانا قاعد في البيت بتفرج فانا قاعد بتفرج. انا كنت لسه هقول لك حاجه زي كده فبيقول له يعني كان بقى الحدث اللي داير دلوقتي في الشارع ساعتها اينو زي كده برضو ايه موضوع حسين الفتره دي بس متعزة. انت زمالك واهلي فالموضوع كان مختلف تماما عشان بس انا إيه؟ كنت بص كنت يعني قعدنا فتره زمالك واهلي وينه جاي وانا كنت بقى جاي من منتخب ومكسر الدنيا وجوان فالموضوع كان كبير فانا قاعد بتفرج كده والله يا عمر في قاعد قدام التلفزيون كان برنامج رياضي فجابوا الكابتن عبد وانا ماضي ومخلص فقالوا له طب يعني دلوقتي الشارع الكروي كله والاحداث دلوقتي معتز اينه فعايزينك تقول لنا هل اللي بيدور ايه احنا عايزين ناخد منك انت ايه يعني الصراحه انت مدير التعاقدات قال لهم مين معتزين انا كده انا عايز اقول انا اتخضيت انا عايز اقول له يا كابتن عدل انا كنت لسه معاك من يومين احنا لسه ماضيين احنا لسه ماضيين مين معتزين ويزين قال لهم ايه هو يعني عايز ايه انا عارف قال لهم مين معتزين قال لهم مش عارف مين كان اتخض كده قال لهم مين معتزينه فقالوا لا انا اقصد يعني معتزينه راجل في نادي الزمالك وعقده شغال وساري معاهم والراجل يعني احنا بنحترم الانديه وبنحترم نادي الزمالك وعادي مفيش اي حاجه الراجل طبعا فانا انت خفت على نفسك انا خفت انا قلت اتكلمتش بعد الحلقه ما كلمتوش بعدها بقى بفتره في النادي بقى قلت له انت ايه كنت ناسيني قال لك ايه قعدنا نهزر انت عارف انا عايز انا بقول لك كده ليه اللي حته الكتمان هو معروف النادي الاهلي طبعا بيمشي في سريه تامه خالص وما يعني ما فيش اي صفقه بتعلن الا عن طريق ايه يعني لما عن صفحه النادي الحاجات الايه الرسميه طبعا رسميه اللي هي صفحه النادي المتحدث الرسمي بتاع النادي اللي هي خلاص بي بي بيعلنوا بقى بشكل ما فيش بقى حته ايه التسريبات وده يقولوا لا في سيستم في النادي الاهلي ماشي يعني ودي حاجه تحترم انت عارف كابتن عدلي او باشمهندس عدلي والنادي الاهلي لما بنلاقي ايه نفي على صفقه خلاص اعرف ان هي جايه تعرف يعني ياسر ابراهيم لحد قبل ما يتعاقد معاه باقل من 12 ساعه نفي تماما عن ان الاهلي تعاقد مع ياسر ابراهيم تعرف تاني يوم الصبح ماسك التيشيرت ياسر ابراهيم في النادي الاهلي بيوقع العقود حسين الشحات لا كل الناس على فكره اتكلمت على موضوع حسين ده اللي خلاص وفي رفض جامد جدا من نادي العين وتعرف تاني يوم اللي حسين في التمرين فاحنا كده خلاص اي حاجه هيتمنا فيها اي حد يقول لك اللي ده خلاص مش جاي او في رفض او في تعثر مثلا في الصفقه تعرف اللي تاني يوم هتلاقيه جوه في الجزيره خلاص كده يمكن هو بقى في الجزيره لا انا عايز اقول لك ان طبعا ان السيستم اللي الاهلي شغال بيه حاليا هو سريه التعاقدات كمان مع المدير الفني ان هو لما نتفاجئ كله كان رايح في اتجاه مره واحده اتفاجئنا بمستر لساتي كنت انا اللي تشرفت واعلنت الخبر هنا من قناه الاهلي ان الاهلي اعلم ان ده اول ما المدير الفني وصل مطار القاهره والاهلي حط ايده عليه خلاص يعني نعلن من خلال الموقع الرسمي ودي سيستم وده نظام النادي الاهلي متعود عليه دايما فيعني ده حاجه من اللي منجحها النادي الاهلي لكن عايز ارجع معاك للمراكز اللي الاهلي محتاج ان هو يدعمها هل شايف خلاص ولا حمدي فتحي لو تم التعاقد معاه او انتقل للنادي الاهلي هل خلاص النادي الاهلي وجد ضليته زي ما بيقولوا ولا النادي الاهلي محتاج ممكن لاعب كمان في خط الدفاع مثلا بص هقول لك على حاجه اصل هي مش بكتر بالظبط انا بكلمك على لسان الجمهور بيتكلم وبيقول احنا عندنا اصابات فاحنا محتاجين فانت لاعب كره كبير ولاعب في النادي الاهلي وحققت بطولات ولاعب منتخب مصر فانت اللي حاسس بالكلام اللي انا بقوله تقدر تشرحه لعيبه النادي الاهلي
لعيبه كويسه بس هي عارف ايه الضغوط بس وشايفين اللي الدنيا بتلوها زي ما بقول لك من بطوله عربيه لافريقيا فهم عارف ايه مش واخدين على كده لكن ابتدوا يرجعوا واحده واحده لكن انا عايز اقول لفرقه النادي الاهلي مليانه ومليانه نجوم ولعيبه كويسه ولعيبه ما شاء الله جامده جدا وجايين بارقام عاليه جدا حتى اللعيبه القدام النادي الاهلي شاريهم بارقام جامده جدا فاذا انت لعيب كويس وبعدين انت لابس تيشيرت النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا ومعاك جمهور اعظم جمهور في الدنيا فده بيديك دافع جامد جدا فلا انا شايف اللي هي مش بالكتره الناس اللي موجوده دي تقدر تسد وهتقدر ترجع بطولات تاني وقادره اللي هي تعمل نتائج ايجابيه وتسعد الجمهور تاني بس انا زي ما بقول لك هو المكسب بيجيب مكسب المكسب بيجيب مكسب هم بس زي ما بقول لك كده عايزين يتحطوا على الطريق الصحيح او يرجعوا يذوقوا طعم الانتصارات المتتاليه ما هو عايز اقول لك على حاجه يعني الاهلي لما يكسب وبعدين يجي يتعادل مع الداخليه فاهم انت وبعدين يخسر من بيراميدز ما كل دي مطبات بتقابلك مطبات لكن انت خلي الاهلي يكسب ماتشين ثلاثه ورا بعض متتاليين ورا بعض هتلاقي لا هتمشي خلاص فاهم لكن انا شايف اللي هي مش بالكتره طبعا في يعني ناس طبعا يعني في النادي الاهلي يعني ايه بتفهم اكتر من اينو والناس طبعا كباتن كبار واحتياجات الجهاز الفني ومجلس الاداره طبعا هم ليهم الكلمه العليا طبعا فهم اللي شايفين اكتر مني ايه الفريق محتاجه فاهم فاعتقد اللي هم دلوقتي حسين الشحات ياسر ابراهيم جيرالدو رمضان صبح يعني اعتقد هم لموا الدنيا تأييد صالح جمعه كمان صالح جمعه طبعا هيكون اضافه هو وناصر ماهر اعتقد اللي هم بس لو يركز بقى يعني صالح وناصر لعيبه هايله رايك ايه في الفتره الاخيره هيلة. اللي صالح جمعه بيمر بيها من التزام من تدريبات من برنامج تخسيس وغذائي معين عمال يخس عمال يلتزم في التدريبات حتى الناس مستغربه قريت تصريح كمان مره ليه بعد ما رجع الفتره اللي فاتت دي اللي انا يعني هفتح صفحه جديده كان هنا معانا في قناه الاهلي واتكلم معانا في صفحه جديده وانا شفت انا التصريحات دي قريتها اتمنى اللي هو يعني زي ما بيقول كده وموضوع الخساسين موضوع يعني كل الكلام اللي كان بيتقال عليه صالح من اللعيبه الهايله طبعا صالح عارف ايه لعيب بصير كويس طبعا عارف اللي هو ايه ممكن يوصلك للجون في اي وقت وفي اي مكان فده اللي النادي الاهلي كان بيفتقده الفتره الاخيره بعد عبد الله سعيد لما مشي ويمكن انا برضو اتسالت في كذا برنامج قبل ما ناصر ماهر يجي من سموحه قالوا لي ايه انت يعني شايف مين اللي يقدر يعوض الغياب ده قلت لهم اللي يقدر يعوض الغياب ده ناصر ماهر ناصر ماهر من اللعيبه كويسه جدا طبعا جدا طبعا خامه جيده وكورته هايله ولسه صغير ده يديني 10 سنين قدام وعنده ثقه في نفسه جامده جدا ولما بيمسك الكره انا بحب اللعيب اللي بيمسك كره بيروح للمنافس ما بحبش اللعيب الكره اللي بيرجع لورا اللي بيخاف لا ناصر ماهر عنده القدره اللي هو بيروح ويرقص ويعمل سرعات يعني لعيب جريء لما هو وصالح جمعه الاثنين يبقوا فرقه واحده لا ده بيديني تقل وبيديني انا كمدير فني بيريحني لما يبقى عندي حلول لو واحد في الملعب واحد بره ده لو تعب او مش ماشيه معاه لا انا عندي بديل ليه تاني مع وليد سليمان مع ازارو قدام مع رمضان يمين مع حسين الشحات لا انا عندي فرقه انا النادي الاهلي فانا عندي كل المقومات اللي انا اخد بطوله مرتاح وانا نايم في البيت اخد بطوله فهي بس الدنيا تمشي بس ماتشين متتاليين كده مع بعض هتلاقي الدنيا زي الفل ان شاء الله وانا بطمن جماهير النادي الاهلي اللي الاهلي راجع ما تخافوش على النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير جدا صح واذا كان انا نزلت دروب كده بس هرجع تاني وهفوق تاني طيب عدم الغاء بطوله الدوري العام هذا الموسم هيخلي في ضغط مباريات اكثر من الاول علشان البطوله تخلص قبل البطوله ما تقام باسبوعين ثلاثه على الاقل هل شايف ضغط المباريات هيكون عائق على النادي الاهلي علشان بيشارك في بطوله افريقيا ولا هيبقى عائق على الكل والاهلي بخبرته الطويله هو اللي هيعرف يستفيد من الخبره باللعيبه اللي على اعلى مستوى بالفريقين اللي موجودين عنده ايوه انا مش شايف اللي فيه عائق خالص ايه المشكله ما احنا بنشوف ريال مدريد ريال مدريد وليفربول وبرشلونه بيلعبوا مثلا سبت وثلاث وسبت ايه المشكله سبت وثلاث وممكن خميس كمان ممكن او خميس جمعة. ايه المشكله ايه المشكله لما العب كل 3 ايام مباراه امال انا مقيد 30 لعيب ليه يعني بتكلم بشكل عام على كل الفرق مش الاهلي امال انا مقيد 30 لعيب ليه ما لاعب النهارده مثلا 11 وبعدين بعدها غير 2 3 وبعدين اريح واحد امال انا لازم عمليه التدوير ايه امال احنا بس كل الناس تقعد تقول لك ايه التدوير امال احنا ما بنشوفش التدوير فين التدوير كل مدرب عنده 13 لعيب 14 لعيب بس هات كده كل فرق الدوري
هتلاقي هم التشكيل كل مره يقول لك ايه اصل ثبات التشكيل، اصل ثبات التشكيل. ماشي، بس انا في اتحطيت في موقف اللي انا عندي ضغط مباريات، امال الناس الثانيه اللي انا جايبها دي ايه؟ فين التدوير؟ انا جايبهم عشان يتمرنوا ديكور. كوره ايه؟ ديكور. امال انا ديكور. ديكور. طب فين التدوير؟ امال انا شاري فلان ليه وشاري ده ليه وزيد ده ليه وجاز ده ليه عشان يقعد يتمرن؟ موظف؟ لا انا مش موظف، المفروض انا مش موظف. على فكره يا جماعه انا مش بس بكلم معتز زينو كونه كلاعب سابق في النادي الاهلي، انا قلت في الاول ان هو مدرب لفريق 2004 بالنادي الاهلي، هو كمان واحد من المدربين الجامدين جدا، فعلشان كده بتكلم معاه من وجهه نظره الفنيه. عايز اروح معاك بقى للتدريب، وانت اتمرنت مع مدير فني مصري واتمرنت مع مدير فني اجنبي، واعتقد ان افضل مدير فني اتمرنت مع اجنبي هو مستر مانويل جوزي ومستر فنجان. ومستر فنجان اللي اكتشفني طبعا، فاكتر اتنين اجانب، يعني دول اكتر اتنين انا اتمرنت مع اجانب كتير جدا جدا في مسيرتي كلها، بس اكتر اتنين يعني عارف ايه معلمين معاك، دول المعلمين معايا، ده اللي اكتشفني وطلعني فريق اول ولعبني واصر عليا، وهو اللي عمل اسم معتز اينو مستر فنجادة، وكان مدرب عالي جدا. اسأل اي حتى لعيب في نادي الزمالك على شخصيته وعلى اسلوبه وعلى احترامه، مش في الكورة، كورة وبره الكورة، فحاجة يعني جامدة جدا. ومستر مان جوزيه في النادي الاهلي، دول المدربين الاجانب اللي انا فعلا اتشرفت اللي انا اتمرنت معاه. ايه الفرق ما بين الاجنبي والمصري؟ ده ليه عقلية وده ليه عقلية، وده ليه اسلوبه وده ليه اسلوبه. بتميل لمين؟ الاجنبي بيبقى فير، ملوش مختلف. الملعب هو الفيصل. المصري بيحبه مين؟ معتز من عمر. بحب معتز، بحب عمر، عارف انت. الاجنبي بيبقى جاي كله سواسيه، مع احترامي لكل الناس، لا بس كله سواسيه. انت نجم وكل حاجه، بس انا جاي لو انا شايف ان انت مش هتكسر الدنيا ومش هتلعب ومش هتمرن انا ممكن اعيدك. هو ما عندهم العقليه كده، ما عنديش كبير وصغير ونجم ومش انت ده ماضي، ما تعيش على الماضي. لا انا ليا الحاضر، ليا الملعب، ليا التمرين. لو مش هتتمرن كويس مش هتلعب. ده الاجنبي. المصري ممكن مثلا احنا عندنا مثلا اللي بتسود شويه العاطفه، فاهم؟ احنا شعب احنا يعني حنين شويه، او دايما العاطفه بتغلب في بعض الاحيان. يعني المصري بيفكر بقلبه، الاجنبي بيفكر بعقله. اكيد. بس في مدربين طبعا، عشان ما نظلمش طبعا، في مدربين كتير محترمين وفي مدربين فير كتير، بس احنا بطبعنا ده احنا بشر، اللي احنا برضو ايه عندنا سنة العاطفة شوية. فانا برضو ممكن اجي مع عمر سنة، عارف اللي معتز مثلا سنة فديله مثلا دفع عشان لسه راجع من اصابة، عارف انت. لا في ناس بره الاجانب، لا انا ما فيش حاجة اسمها كده، انا الملعب وبس. لكن احنا هنا مثلا ايه، انا كمدرب عايز افوق عمر، فراح مدي عمر، اصبر على عمر، عارف الحته دي. راجع من اصابه فاديله عشان ايه، ارجعه بسرعه. بس ده اللي بيفرق. طيب. لكن برضو يعني عشان برضو الناس ما تزعلش، لا انا اتمرنت مع مدربين عمالقه كبيره جدا مصريين. لا اتشرفت يعني جامد جدا ان انا اتمرنت تحت ايديهم. طيب عاجل حالا ودلوقتي رسميا بيتم تتويج محمد صلاح كافضل لاعب في افريقيا للعام الثاني على التوالي، وطبعا انجاز ما بعده انجاز، واتكلمنا وقلنا ان هو خلاص على بعد خطوات من التتويج. محمد صلاح بيحقق ارقام قياسيه، محمد صلاح واحد من اللعيبه اللي بنتشرف بيها كمصريين وكعرب ان هو موجود في الدوري الانجليزي. اي نعم ليفربول خرج امبارح من الكاس الاتحاد الانجليزي، لكن ليفربول بعقليه صلاح وعقليه يورجن كلوب هم عندهم هدفين قدامهم واضحين وصراح جدا، هو الفوز بالدوري الانجليزي والمنافسه على لقب دوري الابطال. فبنبارك للاعبنا المصري محمد صلاح افضل لاعب في افريقيا بتفوق على ساديو ماني وعلى اوباميانج. طيب كده احنا كنا بنقول فخر العرب، دلوقتي بقى فخر العرب وفخر افريقيا والله على اخلاقك يا ابو صلاح. يعني احنا كنا لسه بنتكلم فخر العرب، دلوقتي بقى فخر العرب بعد الجائزه دي والله على اخلاقك يا ابو صلاح كده خلاص. طيب اينو بيتعامل بعقليه الاجنبي ولا المصري مع اللعيبه اللي بيمرنها في الوقت الحالي؟ بص مش كله، يعني لازم برضو اكون رئيف بالولاد، وبعدين انا السن اللي انا ماسكه يعني سن لسه ايه، سن صغير لسه، انت بتشكله، عارف لما انت معاك حته عجينه وبتشكلها، انت لسه بتحطهم على الطريق الصحيح، انت لسه برضو بتعلم. انت عارف ان ده من افضل القرارات اللي مجلس اداره الاهلي اخذها، ان هو يخلي الولاد الصغيره معاهم نجوم. يعني بجد النجم الولد الصغير 2004 لما يبقى نجم معاه مدرب
او مدير فني ويكون عارف النجم ده حجمه عامل ازاي ويخش يقرا عليه ويخش يتفرج عليه، هيبقى نفسه وطموحه في يوم من الايام ان هو يبقى زي النجم اللي موجود معاه. عكس لما يكون مدير فني لسه بادئ، يعني لسه بادئ حياته، ما حققش اي حاجه في الكوره وبالتالي ممكن، وكمان ما حققش اي حاجه في التدريب، لكن لاعب حجم معتز اينو وكمان شريف عبد الفضيل اللي كان موجودين في قطاع الناشئين مع نجوم كتيره جدا، مش عايز ان انا ما اقولش اسماء حد لكن انا بتكلم عشان انت موجود معايا، انا اعتقد ان حاجه رائعه جدا وانت في سن من الـ من الـ 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 الاعمار اللي فعلا لو لما تتعب فيها هتلاقي. بس عايز اقول لك على حاجه، الولاد برضو الصغيرين برضو مش هيوعوا قوي على الناس اللي لعبت الاجيال اللي طبعًا من فتره طبعًا. فهو شايف مثلا اللي انت لسه مبطل السنه اللي فاتت، لا انا ده انا لما افتح دلوقتي كابتن معتز اينو هو اللي ماسكني، لما يقول لي مثلا اي حد اينو عارف طبعا، فهو الولد مدرك اللي ده، لا ده اللي ماسكني ده نجم، هيقدر يستوعب منك، هيسمع كلامك، فاهم اقصد ايه؟ عارف اللي انت لسه مبطل، فانت اللي انت بتعمله مش 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 هتضحك عليا، لا ده انا لسه كنت السنه اللي فاتت، كل اللي انت بتعمله ده انا بعمله وعملته بقالي 20 سنه، فانت برضو لازم تبين له اللي انت مش 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 هندي، فاهم؟ والولاد ده اللي انا بتعامل بيه مع الولاد. طبعا انا مش عايز انسى اللي انا بتعامل ماسك مع الكابتن محمد طبعا سعد. كابتن محمد سعد دربني كابتن محمد سعد ايه دربني، كان يعني اتشرفت ان انا اكون موجود معاه، انا بحبه معاه جدا وبحترمه جدا وانسان كمان بره الكوره بقى انسان على خلق عاليه جدا جدا جدا، وشرف ليا اللي انا بتعامل معاه وشرف ليا اللي انا يعني بشتغل معاه، واكيد طبعا انا لسه اول سنه تدريب فانا بتعلم منه طبعا حاجات كتيره جدا يعني. بس هل اينو من المدربين اللي ان شاء الله دايما عينيهم على التجديد وانه يذاكر ويكتشف كل حاجه جديده في علم التدريب، ولا بيكتفي بنجوميته فقط؟ لا بص يا عمر، نجوميه الكوره حاجه طبعا، انت بتساعدك في طبعًا حاجات كتير طبعًا. يعني انا يعني الحمد لله بتساعدني في حاجات كتير، مع تعاملي مع الناس، تعاملي مع الولاد طبعًا. كل حاجه. لكن التدريب ده قصه تانية خالص، وانا الحمد لله يعني بامر الله يعني ان شاء الله انا حاطط يعني زي تارجت لنفسي كده، اللي انا في خلال سنتين مثلا ثلاثه ان شاء الله مع مذاكرتي ومع بحضر وبخش على النت بجيب تدريبات، مش عيب انا لسه لا طبعا برافو عليك طبعا، بجيب تدريبات بخش على تدريبات برشلونه وتدريبات ريال مدريد وبحاول، والحاجات دي كلها بكتبها وبذاكرها وبحاول انفذها، فان شاء الله بامر الله اللي انا ناوي اللي انا في خلال سنتين ثلاثه اكون حاجه كويسه في التدريب بامر الله ان شاء الله. طيب عايز اروح معاك ل عشان الوقت بيجري فعلا، عايز اروح معاك لافريقيا، النادي الاهلي عنده مباراه يوم الجمعه اللي جايه امام فيتا كلوب، الوقت ضيق، الاهلي بيعسكر من مباراه سموحه لمباراه فيتا كلوب، المباراه يوم الجمعه اللي جايه، بعديها الجمعه والجمعه اللي بعديها هتكون مباراه شباب الثوره الجزائري، في اسبوع واحد عندك لقاءين في افريقيا، انطلاقه الاهلي شايفها ازاي؟ ودايما الاهلي بيوصل رساله لكل منافسيه عبر اول مباراه في الانطلاقه. بص، مكسب النهارده ده اكيد هيكون ليه تاثير ايجابي. تكسب ان شاء الله ماتش الجمعه الجايه، فيتا كلوب فريق قوي اكيد طبعا، بس هو برضو فيتا كلوب عامل مليون حساب للنادي الاهلي، النادي الاهلي بطل افريقيا يعني بطوله افريقيا دي زي الدوري كده حاجه يعني ما شاء الله، احنا واخدينها كتير وقابلنا فيتا كلوب كتير، ففيتا كلوب برضو جاي وعارف النادي الاهلي ده ايه بحجمه بجمهوره بكل حاجه، فاذا كنت انت بتحترمهم وده واجب علينا ان احنا نحترمهم طبعا، هم عاملين لك الف 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 حساب. اعتقد ان شاء الله ربنا هيكرمنا مع الجمهور ويدعمونا في المدرجات، الصفقات الجديده انا شايف اللي هي هيكون ليها دور كبير جدا ان شاء الله، دي تبقى بدايه ليهم تديهم دفعه عشان مباراه الجمعه اللي النهارده، وبيلعب في نفس ملعبك في نص او في نفس مركزك في نص الملعب محمد محمود، رايك فيه ايه؟ لعيب كويس، لسه قدامه كتير مع النادي الاهلي، ويمكن لعب الماتش اللي فات نزل شويه والنهارده بدا وطلع عشان يعني قريت اللي هو جاي عنده جزع في الماتش في الماتش فيتا كلوب يوم السبت، الماتش بقى يوم السبت. انا بقول كده، احنا عندنا النتيجه كانت يوم الجمعه لكن خلاص اتاجل يوم السبت علشان الوقت ما بين مباراه سموحه وفيتا كلوب فعلا كان وقت قليل. فزي ما بقول لك محمد محمود لعيب كويس، وهو لو مش لعيب كويس ما كانش جه النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيجيبش الا الناس كويسه صح، وبيبقى ليهم نظره في اللعيب ده قدام، مش ما ببصش دلوقتي، لا دايما النادي الاهلي لما بيجيب حد بيبقى باصص اللي هو يديني سنتين ثلاثه اربعه خمسه، بيبص لقدام، ده هيديني 10 سنين لسه صغير طبعا،
وهو لعيب كويس على فكره ولعيب مؤثر، بس هو طبعا لسه ايه برضه خضه النادي الاهلي، عارف انت مش اي حد يلعب في النادي الاهلي، فهو لسه برضه لسه ما شافش الجمهور، محمد محمود لسه ما شافش الجمهور، حسين الشحات ما شافش الجمهور، جيرالدو ده لسه لما يشوف الجمهور 100,000 في الاستاد، لا الناس دي لسه ما شافتش. فالنادي الاهلي زي ما بقول لك كبير جدا بجمهوره، فالنادي لما اللعيبه دي تاخد على الـ على الـ على الجو والبطولات ويطلعوا على المنصه وما شافوش لسه الحاجات دي، الصفقات الجديده هيعرفوا قيمه النادي الاهلي. وانا خارج من الاستوديو او انا يعني كابتن اسلام شاطر هو داخل قابلته وانا داخل فسلمت عليه وقال لي معاك مين؟ قلت له معايا كابتن معتز. قال لي لا، قال لي خليه يقول لك حكايه سندوتشات الكبده معاه. شردني. لا هو عشان كنا دايما في المعسكرات بس بنجيب اكل يعني انا وعاشور واللعيبه يعني وبتاع بس. ف مره ابو تريكه كان معدي كده وكان الشاطر معانا وجمعه واللعيبه كبيره، فعلى فكره كنا في نهائيات ويعني في ماتشات كبيره، بس عارف ايه لازم في المعسكرات كده حاجات ايه اللي بتفوق دي، نجيب كبده وسجق وكده، بنكلم ناس صحابنا كانوا يجيبوا لنا وندخلها كده في يعني عارف ايه في الخباثه يعني. فابو تريكه معدي بالصدفه فراح مخبط علينا، قلنا كبسه، راح داخل ايه ده، شاف طبعا بقى ايه 30 كبده و30 سجق ومخلل والدنيا بايظه خالص. قال لنا ايه ده يا ابني، ده انتوا عندكم ماتش الصبح في ايه؟ وكان مش عارف عندنا نهائي باين القطن الكاميروني باين اللي هو الجمعه جاب فيه الجول. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ في ايه؟ قلت له بص كلمه، هتاكل كل، مش هتاكل اطلع بره، ما تقعدش تدينا في مواعظ. هو اساله قعدنا نضحك ساعتها. كان احمد السيد، واسال احمد السيد. قال طب خلاص هاخد واحد. ابو تريكه هو عارف ايه ريحه الكبده جرت ريو. قال طب خلاص هاخد واحد كبده. راح واخد واحد كبده. مش هزعلكم. لا مش هزعلكم. فاحنا كنا معروفين بقى. بس كابتن اسلام شردنا، بس مش مشكله هنقول يعني عادي. كتير يا اينو يعني ما يعرفش كواليس انضمامك للنادي الاهلي ازاي تمت، يعني فعلا الناس عرفوا مره واحده ان معتز اينو الاهلي تعاقد معاه وخلاص بقى موجود في النادي الاهلي، لكن ايه بقى الكواليس اللي ممكن معتز اينو ما قالهاش في حته قبل كده، او ازاي اتمم التعاقد مع النادي الاهلي؟ انت لعيب في نادي الزمالك، مين تواصل معاك؟ ازاي اتواصلت وازاي قعدت وايه اللي حصل؟ كواليس كده يعني في الكام دقيقه اللي فاضلين دول نختف بقى معاك بالكواليس. ما بلاش عشان الحاجات دي تبقى اسرار، ما انت عارف. يعني اللي ينفع يتقال منها، مش هقول لك كله. مفيش، هو كابتن عادلي طبعا الخط اتفتح، ومستر مانو جوزيه اللي كان طالبني وكلمه طبعا. يعني مستر مانو اتعرض عليه لاعب معتز اينو لاعب الزمالك، هو خلاص عقده. انا كنت الفتره دي ماشي كويس جدا، وكنت تمام. مكسر الدنيا في الفتره دي ومنتخب مصر، وكنت يعني مش عايز اقول لك الحمد لله يعني بفضل الله رغم كل النجوم اللي كانوا بيلعبوا معايا في نادي الزمالك، وانا اتشرفت ان انا لعبت في ظل النجوم دي كلها في نادي الزمالك، لكن انا جه عليا الحمد لله فتره اللي انا كنت رقم واحد في الفرقه. فالنادي الاهلي طبعا زي ما انت بتشوف دلوقتي كده اي لعيب في فرقته بيبقى مكسر الدنيا، محمد محمود نجم دجله اكيد بيلفت الانظار. اكيد طبعا. فانت ملفت يعني بطريقه جامده جدا، فطبيعي ان النادي الاهلي بيفاوضك. وانا كمان اللي كان الوضع ايه اللي انا كنت فري يعني انا داخل على فاضل مش هيشتروني، فانت كمان لما انا اخش وافتح الاتصال مع العيب مش هيغرمني. لا طب ما افتح الخطوط واشوف الدنيا ايه. لما اكلمك الاول قلت دي اشتغاله؟ لا هم ما كلمنيش انا على طول يعني، كان في ابويا بقى كابتن اينو طبعا الله يرحمه طبعا، وفي ناس دخلت في الموضوع وكلموه وبتاع، وبعدين قالوا له نحدد قعده، ورحنا قعدنا مع كابتن عادلي وكده ابتدت بقى الاجراءات بقى اللي ايه قبل الامضه خالص، ونشوف الدنيا ايه ونجس الموضوع. طب ايه طب ايه طب ايه لغايه ما انا قلت له يعني اكيد ده طبعا شرف لاي حد اللي هو يلعب في النادي الاهلي، وعايز اخد بقى تجربه جديده، وكنت لسه صغير بقى وعايز اشوف بقى البطولات، وعايز اشوف بقى عارف النجوميه اكتر، اي حد بقى بيتمنى طبعا يلعب في النادي الاهلي. خدت قرار وقلت لا النادي الاهلي حاجه كبيره جدا ولازم. الموضوع اخد وقت ولا تم حسمه بسرعه؟ لا ما خدش وقت، بس انا كان طلبي بس اللي انا، وكان ابويا الله يرحمه قال لي كنت لسه هقول لك اللي انا كان طلبي اللي انا امضي عند كابتن محمود الخطيب. طبعا كنت اول مره كان نفسي اشوفه، ودي الحاجات دي مع الكواليس دي ما حدش يعرفها، خلي بالك انا اول مره اقولها دي حصري لعمر عشان حبيبي. فانا كان طلبي اللي انا امضي عند الكابتن محمود الخطيب في بيته،
فاي حد ممكن بيمضي عادي. فانا قلنا لكابتن عدلي وكابتن عدلي قال انا هوصل الصوره، وكابتن محمود مشكورا طبعا وافق، ورحنا مضينا في البيت وفي حضور الكابتن هادي خشبه كان ساعتها وكابتن عادل القيعي، وكان كل الناس موجوده وكانت احتفاليه كبيره ومضيت وكابتن محمود استقبلنا استقبال جميل جدا، وده حاجه هو جميل اصلا. لا كابتن محمود خطيب حاجه، وانا اتشرفت ان انا طبعا امضي في بيته، دي كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لي، وكان املي ان انا امضي عنده في البيت تديني دفعه كبيره جدا. ويمكن انا تعرضت قبل كده وكانت كل الناس عارفه ومصر كلها عارفه ان انا قبل ما امشي على طول تعرضت لظروف شويه في الزمالك عشان عرفوا ان انا كنت ماشي، عارف انت اتمرن لوحدك اتمرن لوحدي والصبح بدري وكده وانت كنت ملتزم. كنت ملتزم وبرضه تعالى انا مش ملتزم. لا بس انت كنت ملتزم. بس والله كنت بروح بالالتزام، والمدربين اللي انا كنت اتمرن معاهم يعني يشهدوا ان انا كنت موجود وبروح ومواظب. بص سندوتشات الكبده عملت فيك ايه؟ يا لهوي ده كنت لسه بشعر. بص ده ماتش ايه ده لو انت بقى كده ذاكرتك قويه؟ لا ده في الطياره كنا مسافرين، مش عارف بقى انت بتنام في كل السفريات؟ كله كان بينام بقى. بص اللي بيقرا قران، اللي بيسمع، اللي بيلعب، اللي ده. طب بص حسام عاشور والنبي ده يرضي ربنا. انت عارف ده ماتش ايه؟ طب بص محمود سمير. بص محمود سمير عامل ازاي؟ انت عارف ده ماتش ايه؟ ماتش 2008 نهائي القطن الكاميروني. صح ايوه، شادي محمد وكابتن احمد حسن. شفت؟ ايوه ايوه المنصه ايه؟ من احب واقرب البطولات ليك. اكيد طبعا بطوله افريقيا، اي حد ياخد بطوله افريقيا دي حاجه كبيره جدا، اللي انت تحرز بطوله افريقيا دي حاجه كبيره جدا. بص الجيل بقى، بص اللعيبه بقى اللي عامله ازاي. احمد السيد، رملي صالح، كابتن امير عبد الحميد، احمد عادل عبد المنعم، ابو تريكه، احمد فتحي، جيلبرتو، فلافيو. يا نهار ابيض، احنا بنتكلم على فريق تقله ده. بركات اهو، بركات ورا، سيد معوض، سيد معوض، انيس بوجلبان، انيس بوجلبان، الكابتن عماد النحاس، رامي عادل، وانا تقريبا انا اللي ورا انيس. هو انت يعني انت انت هتكون مستخبي بين العمالقه دول ما بين الاطوال، فاهم؟ لا لا في ناس قصيره، هما احمد صديق قصير وبركات قصير. بص احنا واخدين بالنا من الطوال، ما بنقولش اسامي قصيرين غير لما بيجوا قدام. رامي عادل، بص سيد معوض عامل ازاي، بص انيس، وبعدين انا، رامي عادل طبعا فارق، محمود سمير، كابتن احمد حسن. لا في ناس طويله وفي ناس. بص خلاص اهو معتز زينو داخل اهو. لا كانت بطولة ما حدش ينساها البطولة دي، وبعدين تروح تاخدها. طب عايز اسألك سؤال، ارجع تاني كده يا احمد كده على كابتن معتز، عايز اسأله سؤال. كله كان لابس جزم كورة، لا 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 اهو احمد صديق اهو. بص طب اشمعنى انت احمد صديق كنتوا لابسين شباشب؟ لا عادي مريحين بعد خلاص بقى. ها خلاص بقى انت خدت اتخنق من الجزمة والشراب والشنكار والشنكار والرابطة وبعدين عايز اقول لك على حاجة، هناك الجو حر جدا عشان تبقى عارف. فالارض بص بتطلع نار هناك، انت عارف في افريقيا درجة الحرارة والرطوبة طبعا الرطوبة، فما بنصدق الماتش يخلص عشان تقلع. انا عايز اقول لك على حاجه، ان النظام الجديد اللي الاتحاد الافريقي عمله، انت هتختم البطوله في عز الصيف شهر 6 في اول 6، فانت يعني كتر خير الدنيا ان انت بتلعب في شهر 11، النهائي كان بيبقى في شهر 11، فاللعيبه هتعاني. يعني لو احنا النهائي صادف ان هو هيبقى فريق مصر ضد فريق افريقي، لا دول هيعانوا في الرطوبه بقى وفي درجه الحراره المرتفعه والحشرات يجربوا بقى يجربوا شويه عشان يعرفوا يدوق. يعني اكيد بطوله من البطولات المهمه جدا، ومفيش ختام احسن من الختام ان احنا نختم بيه بطوله افريقيا وذكريات معتز اينو مع النادي الاهلي. وكمان عجبني جدا حته الكواليس اللي في مكان معتز اينو للنادي الاهلي ده، بجد شرفتني ونورتني واستمتعت معاك. الساعه ونص عدوا كانهم 10 دقائق. ربنا يخليك. ان شاء الله ما تكونش اخر مره انا اتشرف بيك في بيتك الكبير قناه النادي الاهلي، وايضا في بيتك النادي الاهلي. و يعني كلمة أخيرة لو حابب تقولها لجمهور النادي. أنا طبعا في الأول وفي الآخر أنا عايز أقول لشعب مصر كله، كل سنة وانتم طيبين. أخواتنا طبعا المسيحيين بقول طبعاً كل سنة وانتم طيبين. عايز بطولة أفريقيا دي ترجع وتوحد الشعب المصري كله مع بعض. أنا واثق جيشنا وشرطتنا ووزيرنا ورئيسنا وكل الناس هتساند، وإن شاء الله البطولة دي هتطلع على أكمل وجه. بقول لجمهور النادي الأهلي ما تقلقوش على النادي الاهلي وعلى الفرقه، احنا واجب عليكم ان انتوا تساعدوهم عشان الناس دي هي اللي برضو فرحتكم قبل كده كتير. فان شاء الله الاهلي راجع. بالنسبه لك انت بقى عمر، طبعا كلمه اخيره، انت بتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. انت من الناس المحترمه جدا، وانت عارف غلاوتك عندي طبعًا. ايه عشان احترامك وذوقك وشطارتك، وبتمنى لك كل التوفيق. ربنا يخليك. يعني بتوقع لك ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك في الاعلام، هتكون حاجه كبيره جدا. ربنا يخليك. وانا شرف ليا ان انا كنت موجود معاك النهارده واستمتعت جدا بالحوار، وشرف ليا طبعا ان انا موجود في بيتنا زي ما انت قلت قناه النادي الاهلي، وبتمنى اللي هو يكون
حوار شيق للناس ان شاء الله، وما تشتمش بعد ما امشي عشان عارف اللي دايما اول ما بطلع عشان انا بقول كلام بس انا ببقى يعني انا صريح شويه، فدايما الجمهور ممكن ياخد يعني كلامي بشكل تاني يعني. فبتمنى كل التوفيق طبعا ليك، وسعيد جدا انا كنت موجود معاك. طبعا في الختام بنبارك لمحمد صلاح تاني لفوزه كافضل لاعب في افريقيا للعام الثاني على التوالي، وقرار من سياده وزير الشباب والرياضه بانشاء متحف خاص بمحمد صلاح في مركز الشباب الجزيره. كنا مع حضراتكم من الساعه 9 حتى الساعه 11 من فقرات الاهلي الليله وحلقات الاهلي الليله مع واحد من نجوم مصر والنادي الاهلي الكابتن معتز اينو. نشوفكم ان شاء الله على الف مليون خير بكره. تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.